ذاك بالهدى. لا تسألوني عن حياتي فهي أسرار الحياة، هي منحة هي محنة هي عالم من أميات، قد بعتها لله ثم مضيت في ركب الهدى. أما طريق بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومسيتم بالخيرات والمسرات، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة الثامنة من برنامجنا الأسبوعي مراجعة المراجعات، الذي يأتيكم كل خميس الساعة 8 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وما زلنا في نقض ونقد وتفنيد كتاب المراجعات لعبد الحسين شرف الدين الموسوي، الذي افترى فيه على أهل السنة والجماعة وعلى علم من أعلامهم، وهو الشيخ سليم البشري رحمه الله تبارك وتعالى. أرحب بضيفي وضيفكم الدائم فضيلة شيخنا الدكتور أبو فاطمة عثمان محمد الخميس حفظه الله تبارك وتعالى، صاحب الدكتوراه في الحديث النبوي. أهلا بك شيخي الحبيب. يا أهلا بكم، حياكم الله أنتم والمشاهدون الكرام. سلمك الله. حياكم الله. كذلك أنتم، أرحب بكم وأسعد باتصالاتكم عبر أرقام الهاتف التي تظهر على الشاشة، كما يمكنكم التواصل عبر حسابنا في تويتر. شيخ الحبيب، وردنا سؤال من تويتر يقول صاحبه: هل هناك رد من الأزهر على شرف الدين عبد الحسين شرف الدين الموسوي نصرة لشيخهم؟ هل ردوا على هذه الأكاذيب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، بالنسبة لهذه المسألة، أنا لا أعلم أنه أصدر الأزهر ردا رسميا، ولكن رد بعض العلماء المنتسبين الأزهر كالشيخ علي السالوس حفظه الله تبارك وتعالى وغيره، وبينوا كذبة هذه المراجعات المفترى على شيخ الأزهر. ولعل الأزهر لم يهتم بهذه القضية لأنها ماتت من زمان، لأنه يقول هذه مراجعات تمت قبل 25 سنة، بعد وفاة شيخ الأزهر 25 سنة أخرج هذا الكتاب. فلا أعلم أن الأزهر ممثلا بهيئته الرسمية أصدر بيانا أو ردا أو على هذا الأمر، لعله يمكن لم يطلع حتى على الكتاب. نعم. طيب شيخنا الكريم، يعني تحدثنا في الحلقة الماضية عن نقد استدلالهم بآية التطهير. نعم. يعني نود أن نتذاكر يعني موجزا مختصرا لوجوه الرد على استدلالهم، ثم ننطلق بإذن الله سبحانه وتعالى في إتمام نقد بقية استدلالاتهم. نعم. هو طبعا نحن لو قلنا إنها آية التطهير من باب التنزل، وإلا هي ليست آية، وإنما هي جزء من آية، قلنا ثلث آية. نعم. وليست آية كاملة، وإنما ثلث آية، وذكرنا أن سياق الآية وسباقها يدل دلالة ظاهرة واضحة على أن المخاطب هم نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكرنا أن التطهير لا يعني العصمة كما يدعون، وبالتالي لا يعني الإمامة التي يزعمونها، لا يعني عدم السهو والخطأ أبداً أبداً أبداً، هذا كله دعاوى باطلة. نعم. ثم كذا قلنا أن التطهير مطلب من الله تبارك وتعالى لكل أحد، والله تبارك قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. نعم. والله تبارك يقول: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والله يريد للجميع أن يتطهروا، بل قال ربنا تبارك وتعالى: وإذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. وقلنا لا يلزم من التطهير العصمة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وهكذا كثير. فهي دعوة باطلة أولا من حيث الجملة، ثم من حيث التفاصيل ذكرنا أنه لا يصح أبدا أنها نزلت في علي
والحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين، وإن كان لا شك أهلا لذلك، لكن أهل شيء ونزلت شيء آخر. وإنما قلنا دخلوا هؤلاء الأربع المباركون، دخلوا في مفهوم طلب التطهير لهم من الحديث وليس من الآية، والحديث الذي روته عائشة والذي أخرجه مسلم، وقلنا إنهم لا يجدون سندا صحيح لهذا الحديث في كتبهم، وإنما يأخذونه من كتب أهل السنة الذين رووا هذا الحديث، بينما هم يعجزون عن أن يثبتوا ذلك. وسيأتي الكلام على حديث الكساء يعني في طيات هذه المراجعات. وذكرنا أيضا أن مما الجمع إنما جاءت يطهركم ولم يطهركم لدخول سيد البيت وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم رب البيت، لما دخل معهن جاءت بميم الجمع بدل نوني النسوة. هذا تقريبا ملخص أنه لا يصح ولا يجوز الاستدلال بهذه الآية على أنهم هم المعصومون، على أنهم لهم الإمامة من هذه الآية. هم هي منتزعة من هذه السياق، وتحديناهم منذ ثلاث حلقات. نعم، هذا والعياذ بالله هذا من خبثهم. نعم، عندما يقول أن الآية ليس هذا مكانها، وإنما انتزعت من مكان آخر وضعت في هذا المكان، تارة يقول الرسول وضعها وتارة يقول الصحابة، هذه دعوة التحريف. نعم، ومن زعم ذلك فقد ضل ضلالا بعيدا والعياذ بالله. وسبق يا شيخ تحديناهم من ثلاث حلقات. نعم، أن يأتوا بآية واحدة إنما يريد ليست مسبوقة بسياق. نعم كما وإلى الآن نعم. يعني يتصلوا كم اتصل المخالفين. نعم، ولم يتكلموا ولا بكلمة واحدة عن هذه المسألة. لم، وأنا أقول ولن التأمين. لم ولن. نعم، الله يجزاك خير. الله يبارك فيكم. طيب، بإذن الله نبدأ يعني في إتمام نقد بقية الأدلة التي ذكرها. نعم، واستدل بها عبد الحسين شرف الدين الموسوي في المراجعة الثانية عشرة. نعم، هو ذكر 50 آية. نعم، يستدل بها على أن عليا وغيرهم، وذكر أنها آيات يعني محكمات. كما ذكر عبد الحسين في مقدمة كلامه. نعم، قال إنكم بحمد الله ممن وسعوا الكتاب علما وأحاطوا بجليه وخفيه خبرا، فهل نزل من آياته الباهرة في أحد ما نزل في العترة الطاهرة؟ هل حكمت محكماته بذهاب الرجس عن غيرهم؟ وهل لأحد من العالمين كآية تطهيرهم؟ وبدأ يسرد الأدلة على كونهم هم المقصودين بهذه النصوص. ثم لما انتهى من ذكر هذه 50 قالوا في هذا القدر من آيات فضلهم كفاية، ثم قال فاكتفي الآن بما تلوناه من آيات محكمات هن أم الكتاب، خذها في سراح ورواح ينفجر منها عمود الصباح، خذها رهوا سهوا وعفوا صفوا، خذها من خبير عليه سقطت ولا ينبئك مثل خبير. وذكرنا أيضا كلام شيخ الأزهر في ختام هذه المراجعة أنه قال لله مراعف يراعك ومقاطر أقلامك، أما مرسومك الأخير فقد سال أتيه وطفحت أواديه، جئت فيه بالآيات المحكمة والبينات القيمة فخرجت من عهدة ما أخذ عليك، ولم تقصر في شيء ما عهد به إليك، فالراد عليك سيء اللجاج صرف الحجاج، يماري في الباطل ويتحكم تحكم الجاهل. سنأتي لذكر هذه الآيات التي استدل بها شيخنا عبد الحسين شرف الدين يكذب، لأنه يقول أن شيخ الأزهر فقابلها بالذود عن حياضها. أين نعم هذه المقابلة؟ الأدلة نعم، قال قابلها في الذود عن حياضها لم يألوا في ذلك جهدا، لا نرى أي نقد على هذه نهاية الآيات نهاية نهاية. والآن عندما نتكلم عن الآيات ودلالتها على ما يدعيه يبين لك أنه لا يمكن أن يكون شيخ الأزهر قرأها فضلا عن أن يعلق يعني عليها ولا آية واحدة ولا آية. وسيأتيك إن شاء الله تعالى يعني بعد استدلالي بهذه الآيات عن يا شيخنا. يعني هو الآن عبد الحسين يقول آيات محكمة صريحة واضحة. نعم صريحة واضحة. يعني هو الآن هو بنفسه في كتابه فلسفة الميثاق والولاية يقول لا توجد آية محكمة نزلت في علي جلية واضحة ولا في أهل البيت. نعم، هذا يبين هو بنفسه غير مقتنع. التلاعب عندهم، في كتاب يقولون شيئا في كتاب يقولون شيئا آخر، والله المستعان. طيب، نعم، الآية الثانية قال هل حكم افتراض المودة لغيرهم محكم التنزيل؟
هو عبد الحسين طبعا يشير بهذا الكلام إلى قول الله تبارك وتقول لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، يعني يستدل بهذه الآية على أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب المودة، وهي لا أسألكم عليه أجرا إلا شيئا واحدا وهو المودة في القربة، وأن القربة طبعا في أن النبي سأل أجرا وهو المودة في القربة، ثم المودة القربة هم علي وفاطمة والحسن والحسين، ثم إذا كان سأل لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فهم الأمناء على هذه الأمة بعده، فيكون عليا هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. هذا يعني ترتيب استدلال بهذه الآية. أولا جاء في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، وابن عباس وابن عباس ترجمان القرآن حبر هذه الأمة رضي الله عنهما، سئل عن قوله تبارك وتعالى إلا المودة في القربة، يعني عن هذه الآية سئل عنها ابن عباس ما تقول في هذه الآية، قل لا أسألكم عليه أجر إلا المودة في القربة. كان سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس كان حاضرا فاستعجل في الإجابة وقال سعيد بن جبير قربى آل محمد، يعني لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة أي قربى آل محمد. فماذا قال له ابن عباس؟ قال عجلته، إن النبي صلى الله عليه وسلم يكون بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة، فقال إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. هكذا فسرها ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. والحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى ذكر هذا الكلام أن ابن عباس قال، وفي سبب نزولها ذكر كلام الواحدي وكلام غيره، ثم بيّن أن القول الصحيح في هذه المسألة هو ما قاله ابن عباس، وهو أنه إلا المودة في القربة أي ودوني أنا في قرابتي لكم، يخاطب قريش صلوات ربي وسلامه. أولا أنت الآن تتكلم عن هذه الآية تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أسألكم عليه أجرا إلا هنا يقصدونها استثناء نعم. طيب أسألكم أجرا واحدا وهو المودة في القربة، إذا قلنا هنا إلا استثنائية وأن النبي أراد أجرا وهو المودة في القربة، فهذا يقابله ثلاثة أمور خطيرة جدا. أما الأمر الأول فهو يعارض نصوصا أخرى في كتاب الله تبارك وتعالى، منها قول الله تبارك وتعالى قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، لم يذكر قربا، لا يسأل أجرا أبدا، قل لا أسألكم عليه من أجر نهائي، عم الأجر كله صلاة ربي وسلامه. وقال كذلك عز وجل وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين، وما تسألهم عليه من أجر، ولم يقل إلا المودة في القربة. نعم. لم يستثني لا هذه ولا في الثانية. وكذا قول الله تبارك وتعالى قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله. كل هذه النصوص القرآنية تدل النبي لم يسأل أجرا، وإلا لكان استثنى كما استثنى في تلك الآية، فدل هذا أنه ليس هناك استثناء. يعني هم يقولوا أن النبي سأل أجرا، سأل أجرا، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، باستثناء المودة في القربة، فأخرجنا من كان فيها عن قوم لوط عليه الصلاة والسلام فأهلكناهم إلا امرأته، استثناء منهم. لكن هنا إلا تأتي بمعنى الاستثناء وتأتي إلا بمعنى لكن. طيب هم يقولون هنا استثناء، نحن نقول هنا لكن وليست باستثناء. جميل. لماذا قلنا ذلك؟ قلنا لأن ثلاث آيات وردت عن رب العزة تبارك وتعالى في كلها ما في استثناء ولا في ذكر للقربة أصلا، وإنما في كلها الله تبارك وتعالى يقول ما في أجر، لا يريد أجرا، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين، قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله، على رب العالمين، إن أجري إلا على رب العالمين. ففي هذه الآيات الثلاث يدل على أن النبي ما سأل شيئا، وهذا يدل على أن إلا هنا بمعنى لكن، كما قال الله تبارك وتعالى قل ما أسألكم عليه من عفوا وما تسألهم، فقال الله تبارك وتعالى قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، أي لكن من شاء اتخذ، وليس المقصود
إلا هذا الأجر، هذا ليس أجرا. نعم. كذلك هذه النقطة الأولى، أن آيات أخرى تقابلها والقرآن غير متناقض. سنت. الأمر الثاني، تعال شوف حال الرسل صلوات ربي وسلامه عليه. نوح عليه الصلاة والسلام يقول وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. هود وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. صالح وما أسألكم عليه من أجر الله. إن أجري إلا على رب العالمين. لوط وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. شعيب وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. نفس العبارة. كل الأنبياء، هذا مثال من الأنبياء، وهذا يدلك على جميع الأنبياء كلهم قالوا هذا الكلام، قل لا أسألكم عليه من أجر. شعار واحد. نعم. أبدا، شعار لا أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا عرب. الآن أكمل الأنبياء وسيد الرسل يطلب الأجر؟ لا يمكن. نعم. إذا كان كل هؤلاء الأكارم صلوات ربي وسلامه عليهم لا يسألون أجرا، يأتي سيدهم وأكرمهم وأعظمهم محمد وخاتمهم صلوات ربي وسلامه عليه ويسأل أجرا؟ هذا لا يمكن أبدا، هو أكملهم. فإذا كان هؤلاء رضي صلوات ربي وسلامه عليه لا يسألون أجرا، فمحمد صلوات ربي وسلامه عليه لا يسأل كذلك أجرا. أجرا. هذا الأمر الثاني. إذا الأمر الأول أنه هناك آيات أخرى تؤكدنا ما فيها استثناء أصلا ولا فيها إلا لا يسأل أجرا. الأمر الثاني، الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم ذكر الله عنهم أنهم لا يسألون أجرا. نعم. ومحمد أكملهم. النقطة الثالثة، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء إلى قريش قال آمنوا وأعطوني أجرا واحدا أعطوا أبناء عمومتي؟ هذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه جير الرسالة لأقاربه. أدعوكم وأعلمكم الخير وأعلمكم طريق الله تبارك وتعالى تدخلون الجنة، لكن أريد شيئا لأقاربي. هذا من أهل الدنيا الذي يفعل ذلك، النبي ليس من أهل الدنيا، النبي من أهل الآخرة. طلاب الدنيا هم الذين يسألون أجرا، والنبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس. هذا مدخل لطعن الله عن ذلك. نعم طبعا، لا يمكن أن يكون هذا فعل النبي صلوات ربي وسلامه عليه. ثم تعال الله تبارك وتعالى يقول إلا المودة في القربة، أي في القربة التي تربطني بكم. وإلا لو كان يريد إلا المودة لأقاربي يقول إلا المودة لذي القربة أو لذوي القربة، ما يقول في القربة وإنما لذي القربة، لذوي القربة وليس في القربة. لأن الآية واضحة جدا، قل لا أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربة، ولم يقل المودة لذوي القربة أو المودة لذي القربة، لم يقل ذلك. وذلك انظر إلى قول الله تبارك وتعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربة، ولم يقل وفي القربة. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربة، ولم يقل في القربة. فهكذا لغة العرب، فآتي ذا القربة حقه المسكين وابن السبيل، وآت المال على حبه ذوي القربة. دائما إذا للقربة أنفسهم ذوي أو ذي، هكذا جاء كتاب الله تبارك وتعالى. وهنا ما قال إيش في القربة. ثم في القربة يقول بعض أهل العلم شيخ ابن تيمية وغيره يقول إلا المودة في القربة، القربة معرفة بألف ولام. واضح. طيب، وهذه آية في سورة الشورى، وسورة الشورى مكية. مكية. وعلي لم يتزوج فاطمة في مكة وإنما تزوجها في المدينة. إذن بالتالي الحسن والحسين ما كانوا موجود. غير موجودين. طيب، وهم يقولون هذه الآية في علي وفاطمة والحسن والحسين، كيف يكون ذلك؟ لا يمكن يكون ذلك. وقول النبي أو عفوا قول الله تبارك وتعالى قل لا أسألكم عليه أجر إلا المودة في القربة، في القربة ألف لام التعريف العهد. إذن المخاطبون عندما خاطبهم الله تبارك وتعالى في هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، إذن في شيء يعرفونه، في قربة يعرفونها لأن عرفها.
بالألف واللام، إذن معهودة في الذهن، عهدا ذهنيا، عهد ذهني. لكن أين هم؟ لا يوجد إلا علي، إلا إذا قالوا لا في القربة علي والعباس وعبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر، وعفوا عبد الله بن جعفر غير موجود، وجعفر الطيار، يمكن عبد الله بن جعفر موجود عشر، وجعفر الطيار وعقيل، هنا نقول خلاص إذن ليست في علي وأولاده. أحسنت. طيب، وإنما عمت جميع ذوي القربة، وأيضا لا نسلم لهم بذلك، لأن الآية كما فسرها ابن عباس الذي هو من القربة من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، فسرها بقوله إلا أن تودوني لقرابتي. وهذا يؤكد السيرة، من يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لقريش هذا الكلام، قال دعوني أدعو إلى الله تبارك وتعالى، أنا أدعو إلى الله تبارك وتعالى، فإن ظهرت فهو لكم، ظهوري ظهور لكم، طيب، وإن أقتل فتسلمون من دمي. لكن ما يصير أنتم أقاربي أنتم الذين تقتلونني، صحيح؟ نعم. وذاك يقول وظلم ذوي القربة أشد مضارة، أشد مضارة على المرء من وقع الحسام المهندي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب يقول أنتم أقاربي أنتم. ولذا حزن النبي كثيرا صلى الله عليه وسلم على أبي سفيان، أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، الحارث أخو عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان هذا كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم. لما أسلم، بعد ما أسلم يأتي يجلس مع النبي، يسلم يرد عليه السلام، ثم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما جاء أبو سفيان خرج النبي، ما يجلس معه، فتضايق أبو سفيان. أين يذهب؟ ذهب إلى علي بن أبي طالب ابن عمه الآخر، قال يا علي لماذا النبي يعاملني هكذا؟ آتي يخرج ما يبتسم في وجهي، أنا ابن عمه، لماذا يعاملني هكذا؟ فقال له علي أنسيت ما فعلت؟ أنت تهجم محمد، الله، أنت ابن عمه، بدل أن تدافع عنه وتنصره كما فعل أبو طالب تهجوه؟ اسكت على كف شرك، إن لم يكن عندك خير تهديه على الأقل أن تكف الشر عن ابن عمك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهو الذي رد عليه حسان في قصيدته المشهورة أتهجوه ولس له بكفء فشركما لخيركما الفداء. هذا أبو سفيان بعدها لماذا غضب منه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه إيش؟ لأنه هجى النبي وهو ابن عمه. فالظلم من القريب أشد أذن من البعيد. وكان علي رضي الله عنه يعني فاطنا ذكيا المعيا رضي الله عنه، فأرشد أبا سفيان قال له ادخل عليه قبل أن يخرج واجهه وقل له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين كما قال إخوة يوسف، فإنه لن يتجاوزها النبي صلى الله عليه وسلم. الله. وفعلا لما جاء أبو سفيان ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لجاهل، لم يملك النبي إلا أن قال الله، كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام تالله لقد آثرك الله وإن كنا لخطأ، قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو الرحمن الرحيم. الله. غفر له وسامحه كما سامح يوسف إخوته، وهو أكمل من يوسف صلاة ربي وسلامه عليه. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى المعنى إلا أن تودوني لقرابتي فتحفظوني، والخطاب لقريش خاصة، والقربة قرابة العصوبة والرحم، فكأنه قال احفظوني للقرابة إن لم تتبعوني للنبوة. احفظوني للقرابة إن لم تتبعوني للنبوة. إذن هذه القضية. القضية الثانية أنه ليس قرب النبي هؤلاء فقط حتى يقيد، وإنما قرب النبي أكثر من ذلك بكثير، كما تحدثنا عن أهل البيت أنهم أعلم. أحسنتم. إذن لا يصح لهم الاستدلال يعني بهذه الآية، وهي ما تسمى بآية المودة، قل لا أسألكم عليه أجل المودة من القربة، وقل إلا هنا ليست استثناء متصلا وإنما هي منقطع بمعنى لكن، ولكن أريد المودة في القربة، أنا قريبكم دعوني أدعو، لا تؤذوني للقرابة التي بيني وبينكم. لم يكن بيت من بيوت قريش كما يقول ابن عباس إلا وللنبي فيهم قرابة، لأن قريش إيش هي قريش؟
كلش قبيلة. قبيلة أسرة الناس تتزاوج. هذا ابن عمه وهذا ابن عمتي. أنت لو أنت مثلا الزبير بن العوام ابن عمة النبي. عثمان طيب جدته عمة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. أبو سفيان ابن حرب صخر بن حرب. طيب سعد بن أبي وقاص زهري أخوال النبي أمهم بني زهرة. فكل قريش متقاربة هم أقارب ويتزوجون من بعضهم البعض. فلم يكن بيت من قريش إلا وللنبي فيهم قرابة صلوات ربه إما أعمامه إما أخواله إما بنو أخوال والنبي أعمامه وهكذا. وشيخ قول الباري تبارك أنذر عشيرتك الأقربين ستأتي يعني هذه من ضمن الأشياء التي استدل بها للأسف أنها جعلها أيضا في إمامة علي رضي الله عنه حصر أيضا مفهوما. نعم. إذن هذا بالنسبة لهذه الآية. طيب شيخنا يعني الآن قد يتساءل يعني الإنسان العربي البسيط عندما يقرأ قل لا أسألكم إلا المودة ما دخل المودة في الإمامة في العصمة في هذه الأمور التي يعني ما دخل هذا بهذا؟ قل لي بربك أين شيخ الأزهر من هذا؟ ماذا قال شيخ الأزهر؟ آيات محكمات فعلا لله مراحف وراحف والذي يجادل فيها صلف اللجاج. هل يقول شيخ الأزهر هذا؟ هل شيخ الأزهر مقتنع أن هذه الآية كذا؟ ولم يقل المفسرون ذلك وإنما قال المفسرون كما قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. الله المستعان. يعني هذا يؤكد أن ما قالوه وما اعترفوا أنه لا يوجد آية صريحة جلية أبداً أبداً أبداً, أبداً عندما أبداً يقرأ الإنسان هذه لا يمكن يستدل بها على شيء أبداً لا يمكن من عقائده. طيب شيخنا الآية التي بعدها آية المباهلة يقول وهل هبط بآية المباهلة بسواهم جبرائيل. آية المباهلة باختصار يقول ربنا تبارك وتعالى فمن حاجك فيهم بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قصة المباهلة باختصار حتى يكون معنا إخواننا وأخواتنا المشاهدون. في عام الوفود بدأت تفد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفود من الخارج بعضهم يسلم وبعضهم لا يأتي فقط يعمل معاهدات وبعضهم يأتي يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هم ثلاثة مجموعة تأتي وتسلم وتعلم متابعتها للنبي صلى الله عليه وسلم مجموعة تأتي تعمل معاهدات معنية وتظل على دينها وبعضها تأتي تناقش وتسأل وتستفسر من النبي صلى الله عليه وسلم. من ضمن الذين جاءوا وفد من نجران وكانوا نصارى. وفد نجران لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتحدثوا معه عن موضوع عيسى عليه الصلاة والسلام وفيهم نزلت الآيات في سورة آل عمران إن الله اصطفى آدم ونوح وعلى إبراهيم وعلى عمران على العالمين ذكر قصته عيسى صلوات ربي وسلامه عليه مفصلة. لم يقبلوا قالوا لا نقبل هذا الكلام لأن عيسى عندهم ثالوث ابن الله. قال لا نقبل هذا الكلام. عندها لما رفضوا ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى قال ربنا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فمن حاجك فيه من بعد ما جاء فيه يعني عيسى من بعد ما جاءك من العلم أي عن حال عيسى عليه الصلاة والسلام فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. نبتهل أي نتلاعن. بهله معنى لعنه فنبتهل أي نتلاعن أين الحق. أنتم تقولون يقول للنصارى أنتم تقولون إن عيسى ابن الله وأنا أقول عيسى عبد الرسول صلاة ربي وسلامه عليه لم تقبلوا قولي ولا أقبلوا قولكم تقاطعنا نتلاعن في هذه القضية. فقالوا نعم نتلاعن. فخرج النبي وخرج ورجعوا إلى أماكنهم على أن يأتوا من الغد للتعاون. فجاء النبي صلوات ربي وسلامه من الغد وأتى معه علي وفاطمة والحسن والحسين وقال هؤلاء أهلي وجاء بهم صلوات ربي وسلامه. فلما رأى النصارى
أن النبي جاد وأنه فعلا يريد أن يلاعنهم خافوا. الله. لماذا خافوا؟ لأنهم يعلمون علم اليقين أنه نبي، كما قال ربنا تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هم يعرفون أنه نبي، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فلما رأوا الجدة من النبي صلى الله عليه وسلم، جاءهم العاقب وهو شيخهم، قال: والله إن كان نبيا وباهلتموه والله لتهلكون جميعا. ما فيها ترى؟ قالوا: فماذا ترى؟ قال: أرى أن نصالح الرجل لا نباهله، لأنه يعلم أنه نبي. وأخبر قومه وقال: هو نبي، تبعوه. قالوا: لقد كبرت، قمت تتخرف، فامتنع. فالمهم لما جاء النبي يباهل امتنعوا عن المباهل، وقالوا له: أرسل إلينا من يعلمنا الدين، نريد أن نتعلم الدين قبل أن ندخل فيه، ولكن ليكن أمينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثنا إليكم رجلا أمينا حق أمين. فقام إلى أبي عبيدة قال: أخرج معه. ومنه سمي أبو عبيدة أمين هذه الأمة. الله. فخرج إليه مباهلا. هذه قصة المباهلة. نعم. قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع وفدي نجران. استدلال عبد الحسين وغيره من خلال هذه الآية يقول: كون النبي صلى الله عليه وسلم أتى بعلي والحسن والحسين وفاطمة للمباهلة فهذا تمييز لهم، والشاهد عندهم أنه قال: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، أبناءنا الحسن والحسين، أبناءكم كيفكم، ونساءنا ونساءكم، نساءنا فاطمة، وأنفسنا وأنفسنا علي. يقوم فإذا كان علي نفس النبي إذن هو مساو للنبي، ولما كان النبي أعلى درجة في النبوة فلم يبقى إلا الإمامة والولاية. فهذا يقول دليل على أن عليا هو الأمير أو هو الإمام أو هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه جعله كنفسه تقريبا. يعني هذا وجه استدلاله. إينا. طبعا الاستدلال هذا عندك شيء؟ هذا الاستدلال لا يصح. هذا الاستدلال لا يصح. لماذا؟ نقول أولا عندنا شيخنا مقطع، لكن أحببت أن نرد أولا ثم المقطع أو نسخن المقطع. نناقش أول شيء مسألة أحسن. نناقش ثم طيب. أولا المباهلة كانت في آخر التاسع أو بداية العاشرة. طيب المباهلة، والأغلب أنها في سنة العاشرة من الهجرة هذه المباهلة. لماذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعلي والحسن والحسين وفاطمة؟ أين بقية أولاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ جميع أولاد النبي في هذه الفترة كانوا قد توفوا، ولو كانوا موجودين لأتى بهم صلى الله عليه وسلم. رقية توفيت في السنة الثانية من الهجرة بعد بدر مباشرة أو في أثناء بدر. رقية زينب توفيت في السنة الثامنة من الهجرة. أم كلثوم توفيت في السنة التاسعة من الهجرة. أما عبد الله والقاسم وإبراهيم فماتوا صغارا هؤلاء. وإذن ولو كان أحد منهم موجود كان أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أتى بهؤلاء لأنه لا يوجد غيرهم. هذه واحدة. أمامة بنت أبي العاص موجودة، لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحسن والحسين أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حيث فاطمة ومن حيث علي رضي الله عنه. طيب، ولم يأتي أيضا بأخوات الحسن والحسين كزينب وأم كلثوم أخوات الحسن والحسين، وإنما أتى الحسن أبناءنا، جاب الأبناء فقط ولم يأتي البنات، ولم يقل أولادنا وإنما قال أبناءنا، ولم يكن ثمة إلا الحسن والحسين من الأبناء. فاطمة لم يكن له بنت غيرها وذاك أتى بها. بقي علي رضي الله عنه. أين يدخل علي؟ لأهل العلم في هذه المسألة قولان. نعم. القول الأول أن عليا داخل في أبنائنا. نعم. وذلك أن عليا تربى في بيت النبي منذ نعومة أظفاره كأنه كالأب. نعم، بدليل أو عفوا بأمارة أن علي رضي الله عنه، أو أن أبا طالب لما اعتنى بالنبي صلى الله عليه وسلم منذ صغره بعد موت جده
وهو في الثامنة من عمره مات جده، من الذي رباه؟ أبو طالب، واعتنى به. لما كبر النبي صلى الله عليه وسلم ورزق من المال ما رزق صلاة ربي صلى الله عليه وسلم، ذكر أنه جلس يوما هو وعمه الحمزة وعمه العباس فتناقشوا في حال أبي طالب، وكان أبو طالب فقيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس ولعمه الحمزة يعني لماذا لا نساعد عمنا أو عمي أبا طالب، لأنه هو ليس عما لحمزة وعباس، أخ لهم، فقال نساعده. قال كيف؟ قال نحمل عنه تبعة أولاده. فذهبوا إليه فقالوا له إنك يعني شيخ كبير ومالك قليل، وأنا مستعدنا نأخذ أولادك نربيهم عندنا. فقال لهم أبو طالب إن تركتم لي طالبا فخذوا من شئتم. وكان عنده 4 أولاد، طالب وعقيل وجعفر وعلي. قال إن تركتم لي طالبا فخذوا من شئتم، أهم شيء طالب يبقى البكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال العباس أو قال حمزة ما أدري الترتيب، يعني النبي أخذ عليا صلى الله عليه وسلم، وحمزة أخذ جعفرا، والعباس أخذ عقيلا، يكفونه المؤونة. فعلي منذ صغره تربى في بيت خديجة في بيت محمد صلى الله عليه وسلم، اكتنفه النبي برعايته منذ الصغر، فنشأ في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كبر زوجه ابنته الله، وهو جد أولاده صلوات ربي وسلامه عليه. فبالتالي إما أن يدخل علي في أولاد النبي صلى الله عليه وسلم أبنائنا، أو أن يدخل علي في أنفسنا، وليس المقصود أنفسنا أنه نفس النبي أبدا. لا أنا أقول يعني أنت نفسي، وليس لازم أن الله تبارك ماذا يقول؟ يقول ولا تلمزوا أنفسكم في تساوي، ما في تساوي. أنا أصلا الذي ألمزه عادة أحبه أو أستحقره، أزدريه وأستحقره لأني أطعم فيه، لو كنت محبا له كنت أمدحه ولا ألمزه. قال ولا تلمزوا أنفسكم، فسماه نفسا له، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أي إخوانهم خيرا، مع أنهم إيش متهمون بالزنا. سمع إفك، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ولا تقتلوا أنفسكم أي لا تقتلوا غيركم، والإنسان لا يقدم على قتل شخص إلا وهو محب له أو مبغض له. مبغض له. طيب فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا بعضكم. فمن أين أتوا بأن قول الله تبارك وتعالى وأنفسنا وأنفسكم أن علي نفس النبي إذن مساوي له؟ من قال هذا؟ بل إن الله تبارك وتعالى قال للمؤمنين جميعا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. فإذا كان الرسول جاءنا من أنفسنا صلاة رب السماء، إذن نحن كذلك أو لسنا نحن قريش، قد جاءكم رسول من أنفسكم قريش، إذن الرسول نفس قريش، إذن كل قريش استحقون الإمامة. طيب هذه قضية، يعني لو كان نفسه علي للزم أن يكون نبيا. طيب في قضية ثانية مهمة جدا، الآن يقول علي نفس النبي أي شنو مساوي له. طيب أنفسنا وأنفسكم، أنفسنا علي، إذن أنفسكم من سر. يعني معناها أن الإنسان إذا أراد، طيب لو أردنا نطبق هذا على الواقع اليوم ولا انقطعت المباهلة؟ لم تنقطع، ما زالت اليوم. الآن أريد أنا أن أباهل أو تريد أنت أن تباهل أو يريد أي شخص أن يباهل الآن، هل لابد أن يأتي بشخص نفسه؟ ماشي أبناءنا عرفنا نقدر نجيب أبناءنا، أزواجنا بناتنا نقدر نجيب أزواجنا نسائنا. طيب من أين أجيب كل واحد؟ لأ ندور لواحد نفسه حتى يأتي به للمباهل، هذا كلام غير منطقي أبدا، غير منطقي أبدا. ثم تعال عندما طلب النبي المباهلة قال شوف تأتي بأبنائك وأتي بأبنائي الذي تريد أن تباهل. طيب فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبنائكم، هذه ما فيها مشكلة، عندنا أبناء وعندكم أبناء. نعم. ونساءنا ونساءكم، هي أيضا ما فيها مشكلة. ما فيه مشكلة. وأنفسنا أنا سأتي بشخص كنفسي، أنت أيضا يلزم معك أن تأتي بشخص كنفسك. من يجيب؟ من وين يجيبه؟ من يجيب؟ وهل كل إنسان يأتي يباهل لازم عنده شخص كنفسه؟ حسنت. هذا يدلك على أن لا يمكن تفسير الآية بهذه الطريقة، وإنما المقصود أنفسكم، يعني كما أبناء ونساء أيضا نريد رجالا، أنا رجل وأنت رجل. نعم.
أبناءنا وأبناءكم، نساءنا ونساءكم، ورجالنا ورجالكم، لأني أنا رجل، أنفسنا إذن إيش؟ رجال مثلنا، وليس شخص هو كنفسي. وإنما نأتي بالمراحل الثلاث، نأتي بأبناء، نأتي بنساء، نأتي برجال. إذن يكون معنى الآية إيش؟ تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم الصغار، ونساءنا ونساءكم الإناث، ورجالنا ورجالكم، أو أنفسنا وأنفسكم الرجال اللي مثلنا، رجال أنا وياك رجال، فنأتي برجال. ويأتي علي رضي الله عنه. طبعا هنا يأتي السؤال، طيب ما في غير هؤلاء الأربعة؟ نقول لا، ما في غير هؤلاء، ما في غير هؤلاء. ليش ما في غير هؤلاء؟ بالنسبة للحسن والحسين قلنا لا يوجد للنبي أحفاد ذكور إلا الحسن والحسين في ذلك الوقت، ولا أبناء. بالنسبة للبنات، كل بنات النبي توفينا نساءنا. طيب لماذا لم يأتي بأزواجه؟ لماذا لم يأتي بواحدة من زوجاته؟ لماذا جاء ببنته؟ هذا سؤال مطروح. نعم جميل. أنا أجيب عنه الآن. نعم تفضل. أنا أقول البنت أغلى من الزوجة. البنت أغلى من الزوجة. لا شك. الزوجة الإنسان إذا اختصم معها طلقها. طلقها صحيح. وإذا طلقها بعد ما تنتهي عدة تغطى عنه. صحيح ولا لا؟ صحيح. خلاص. ولا بنته؟ هذه حشاشة منهم، جزء منهم. لا يمكن أبدا أن يفارق ابنته، أبدا. المرأة تفارق، البنت لا تفارق. ومن أغرب ما علمت، امرأة كانت سعيدة جدا مع زوجها، وزوجها كان سعيدا معها. مثل هؤلاء لا تفكر أبدا أنهم يمكن أن يقع بينهم الطلاق. تدري أنه وقع الطلاق بينهما بسبب ماذا؟ بسبب الأولاد. كيف بسبب الأولاد؟ شوف، المرأة ما عندها أولاد من الرجل، وهو ما عنده أولاد، ما لا يأتيهم أولاد. العيب أو العقم منه أو منها، ما أدري فحصها ولا. المهم في عقم من أحد الطرفين. هل تدري طلبت الطلاق لولد موهوم محتمل يأتي من رجل تحبه، فارقته وهي تحبه لأجل ولد قد يأتي، قد يأتي، قد يأتي، قد لا تتزوج، قد تتزوج ولا تنجب، ومع هذا طلبت الفراق من زوجها لولد يمكن أن يأتي. فهذا يدلك على أن الولد أغلى من الزوج. المرأة أولادها أغلى من زوجها، والزوج كذلك أولاده أغلى من زوجته. وإن قال لها أحبك وهو يحبها، لكن إذا صارت القضية الأولاد أو الزوجة، الأولاد أو الزوج، الأولاد مقدمون. طيب، فلذلك جاء بفاطمة ولم يأتي بأزواجه صلوات ربي وسلامه عليه، والآية نصت على هذا بالنساء. طيب، طيب يبقى الإشكال، وليس بإشكال، طيب لماذا جاء بعلي ولم يأتي بغيره؟ ويوجد غيره، بل يوجد من هو أعلى منه رتبة، وهو العباس. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، علي ابن عم. ويوجد أبناء عمومة آخرون، ابن عباس، الفضل، عبد الله بن جعفر، عقيل. لماذا علي؟ الحارث، أبو سفيان بن الحارث. لماذا علي رضي الله عنه؟ قالوا لماذا علي؟ علي لا يوجد فيهم من يماثله في الفضل والمكانة والدين والتقوى، لا يكاد يماثله إلا جعفر فقط. العباس ليس من السابقين الأولين المهاجرين، علي من السابقين رضي الله عنه. عقيل ليس من السابقين، علي من السابقين. ابن عباس ليس من السابقين، علي من السابقين. الفضل كذلك علي. إذن علي مقدم على جميع من في درجته من أبناء عمومته. بقي العباس، والعباس عمه، لكنه أيضا عباس متأخر الإسلام جدا مقارنة بعلي. علي أسلم قبل العباس بعشرين سنة، فهل يقارن علي بالعباس؟ لا يمكن، علي أفضل. ولذلك أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. ما بقي إلا جعفر. جعفر هو الذي يسامي عليا في الفضل، لكن جعفر كان قد مات. جعفر توفي في مؤتة في السابعة من الهجرة، لم يكن موجودا. ولو كان جعفر موجودا كان يمكن يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن موجودا. إذن لا أحد يسامي عليا. هذا إذا قلنا إن عليا
من الرجال. وإذا قلنا عليا من الأبناء الموضوع واضح جدا، لم يربي نبيه إلا عليا رضي الله عنه. على كل حال إذا لا يصح الاستدلال بهذه الآية على أن عليا هو نفس النبي وبالتالي هو كالنبي، هالترتيب هذا كله يعني هو نفسه من حيث يقصد من حيث الإمامة. نعم. من حيث النبوة، ليس نفسه من حيث النبوة إنما من حيث الإمامة. نعم. يعني يريدون أن يكونوا نفسه مساواة من هذه هذا على على كيفهم أي على كلامهم. نعم ما يصلح طيب هذا. باقي الأئمة طيب وباقي الأئمة ثم كذلك لو كانت نفسه. هذه إمامة، لو كانت هذه إمامة تكون فاطمة إمامة والحسن إمامة. الحسين طيب. نعم. وهذا لا يصلح أبدا. ثم قد يقول قال طيب لماذا لم يأتي بأبي بكر وعمر مثلا؟ نعم. وأنتم تقولون أبو بكر وعمر أفضل من علي، لماذا لم يأتي بهما؟ المباهلة في الأصل أنها تكون في الأقرب، حتى ذاك حتى يلزم الطرف الآخر أن يأتي بالأقرب، ودائما النفس تحن إلى القريب. نعم. هذا طبيعة فطرة، إنسان يحب أبنائه حبا فطريا حتى لو كانوا كفارا. الحب الفطري غير الحب الديني. نعم. حب الفطري غير الحب الديني. ولذا قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الله. إنك لا تهدي من أحببت قال لها معنيان يعني. لا تهدي من أحببت هدايته أو لا تهدي من أحببته حبا من قلبك. الله. ويحتمل الأمران، أن النبي يحب هداية أبي طالب، والنبي يحبه لكونه قريبا له عما له، ورعى تربى النبي في بيته ودافع عنه وغير ونصره وغير ذلك من الأمور. ففي محبة فطرية موجودة وليست المحبة الدينية. فالقصد أن الأصل أن يأتي بالأقرب من حيث النسب والوشيجة، وليس الذي أحبه أو لا أحبه. ولذلك يعني لا يصلح الاستدلال بهذه الآية على هذه الدعوة التي يدعونها. أستاذ نكفي مداخلة شيخنا. تفضل. طيب معنا الأخ أبو صالح من الكويت، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ أحمد، حيا الله الشيخ عثمان. يا مرحبا. أحببت فقط أن أتداخل في آية المباهلة وأبين نقطة ويعني مسألة، وهي أن هذه الآية أنا أرى أن هي دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس نفس علي كما يقولون، بل هي دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم له نفس وعلي له نفس أخرى من هذه الآية نفسها. لأن الله سبحانه وتعالى قد قال وأنفسنا، فقال وأنفسنا، وكلمة أنفسنا جمع، كلمة أنفس جمع. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم مع علي بن أبي طالب نفسا واحدة لكانت الكلمة مفرد، لم يقل أنفس. فهذا دليل على أن لعلي نفس تختلف عن نفس النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا هذه يعني وجهة نظري في هذه الآية، ودائما أتذكر يعني قول أهل العلم أن يعني من أراد أن يستدل استدلال خاطئة دائما يكون دليله ضده دائما، يعني هذه قاعدة، يكون الدليل الذي يأتي به ضده كما في هذه الآية. وأجزاكم الله خيرا وأستغفر الله وبركاته. بارك الله فيك يا أبو صالح، جزاك الله خير. هو قد يصدق كلامه لو قال نفسينا يعني، لكن يطلق على الفرد جمع. وذاك فاطمة قال نساءنا وهي واحدة فاطمة رضي الله عنها، لكن هو كلامه صحيح لو قلنا كان ينبغي، أو لو كان يريد أنا وعلي كان يقول نفسينا. نفسينا بالمثنى، حتى تكون صريحة في علي. نريد نصل يا شيخنا إلى أنه يعني هذه الآية ليست صريحة واضحة أبدا، يعني كيف يقيم عقيدة لكن على هذا؟ لكن لا شك ولا ريب أن في هذه الحادثة فضلا لعلي وفاطمة والحسن والحسين، كون النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بهم ليباهل بهم صلوات ربي وسلامه، هذا لا شك أنه يدل على فضل هؤلاء، ونحن لا نشك في فضل هؤلاء رضي الله عنهم أجمعين. لكن كلامنا الآن في قضية هل علي نفس النبي، هل علي هو الخليفة بعد النبي مباشرة، هل هذه نص في الإمامة، هذا كلامنا. ولكن لا نتكلم عن أنها تدل على فضل أو لا تدل على فضل، هي لا شك تدل على فضل، على فضل لعلي وفضل لفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين. نعم. طيب شيخنا الرابعة سم الآية الرابعة، تود أن نأخذ مقطع ثم مقطع بآية المباهلة. الأمر لكم. نعلق عليه. تفضل. المقطع جاهز يا أخوان.
طيب نأخذ هذا المقطع ثم نعود إليكم. النبي دعا بهؤلاء بفاطمة وبالحسنين وبعلي عليهم السلام أجمعين والرضوان والرحمات، دعا بهم. إذن هؤلاء هم الذين يريد النبي أن يباهل بهم، وهم الذين قصدهم الله بقوله فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. حتى روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أنه قال فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، قال أبناؤه عليه الصلاة والسلام الحسن والحسين، ونساءنا ونساءكم قال نساؤه فاطمة من نسائه، وأنفسنا وأنفسكم هو وعلي. فجعل عليا كنفسه، الله أكبر، جعل عليا كنفسه. هذا في تفسير الصحابي الجليل جابر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين وخصيص منزلتهم. وقد عرف ذلك حتى النصارى المباهلين لما رأوهم قالوا هذه وجوه لو أقسمت على الله أن يزيل الجبال لأزالها، ولم يباهلوه وصالحوه على الجزية. وقوله في الآية وأنفسنا وأنفسكم تعني حصرا الإمام علي عليه السلام. فقد نقل الواقدي وغيره عن الشعبي أنه قال أبناؤنا الحسن والحسين ونساؤنا فاطمة وأنفسنا أو أنفسنا علي بن أبي طالب. المباهلة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، في سورة آل عمران الآية 61. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هذه الآية من الآيات التي استدل بها الشيعة على إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم ببيان كاف وواف يراجع في كتبهم الاستدلالية. نحن نريد أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا. سمعنا تفسير الدكتور عدنان إبراهيم، نعم، يفسر آية المباهلة كنفس ما فسره. نعم نعم، هو يعني الدكتور عدنان إبراهيم، يعني أنا قلتها سابقا وأقولها الآن وفي كل وقت، يعني رجل رافض، يعني منهم فيهم، نعم، لا يختلف عنهم في هذا الأمر، فكلهم تفسيرهم بهذا. وانظر يستدل بقول الواقدي ويترك قول ابن عباس في صحيح البخاري، نعم، مما يدل على إفلاسهم. ومع هذا لا يعجزون أن يأتوا بحديث المباهلة من كتبهم، نعم، يرجعون إلى كتب أهل السنة، لا يرون حديث المباهلة بإسناد صحيح عندهم أبدا، وإنما يرويه أهل السنة من حديث سعد بن أبي وقاص، نعم، في مسلم، وهم لا يرونه أبدا، وإنما يرويه سعد في كتب أهل السنة وهم لا يرونه. القصد أن عدنان إبراهيم، دكتور عدنان إبراهيم أو غيره، لا يعني رافضة، وبالتالي يعني ينصر بعضهم بعضا، نعم، على نفس المنهج، على نفس المنهج، نعم. وبهذا المقطع أردنا أن نؤكد هذه الحقيقة، يعني أنه يرى آراءهم في مثل هذه المسائل. طيب شيخ، هل ما زال عندكم تعليق حول آية المباهلة؟ لا، بالنسبة لآية المباهلة أنا قلت الذي عندي، يعني. طيب، هنا آية الرابعة ننتقل بإذن الله الآية التي بعدها. هل أتى، يقول هل أتى بمدح سواهم لا ولا مولى ذكرهم، إلى أن يقول أليس حبل الله الذي قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم، هذا من تحميل القرآن ما لا يحتمل، يعني لما يقول ربنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يقول هم آل البيت أو علي والأئمة الاثنى عشر، هذا كلام لا قيمة له، لا قيمة له. السمعاني يروي عن ابن عباس قال حبل الله والعهد، وقال قتادة والسدي هو القرآن، وذكر القرطبي أن حبل الله يمكن أن يكون القرآن أو الجماعة أو العهد، ثم قال والمعنى كله متقارب متداخل، فإن الله يأمر بالألفة وينهى عن الفرقة، فإن الفرقة هلكة والجماعة نجات. وقال الشوكاني الحبل لفظ مشترك
وأصله في اللغة السبب الذي يتوصل به إلى البغية، وهو إما تمثيل أو استعارة أمرهم سبحانه أن يجتمعوا على التمسك بدين الإسلام أو القرآن. هذا الكلام كله لا يعرف شيخ الأزهر؟ هذا الآن نقلنا قول المفسرين. شيخ الأزهر لا يعرف هذا؟ عندما يأتيه عبد الحسين شرف الدين ويقول للشيخ الأزهر هم آل البيت العترة علي والحسن والحسين وفاطمة أو التسعة البقية أو كذا، هم حبل الله الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم واعتصموا بحبل الله جميعا وتفرقوا، يقول من يناقشك في هذا فهو صلف اللجان. يعني الشيخ الأزهر ما يعرف هذا؟ ما يرجع إلى كتب التفسير؟ أنا لا أقول يرجع، أنا على يقين لا يحتاج إلى أن يرجع، يعرف شيخ الأزهر. نعم شيخ الأزهر خاصة في ذلك الوقت يتكلم هو عن سنة 1335 هجري، تكلم عن بدايات القرن الرابع عشر الهجري. لما تتكلم عن ذلك الوقت كان شيخ الأزهر علما عالما فذا، خاصة إذا علمنا أن شيخ الأزهر سليم البشري رحمه الله تبارك وتعالى قد ذهب عمره كله في التعليم وله عناية خاصة بكتاب الله تبارك وتعالى. يعني هل يمكن شيخ الأزهر تمر عليه هذه الاستدلالات؟ يقول له عبد الحسين هم حبل الله الذين قال الله فيهم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول شيخ الأزهر نعم نعم كلامك صحيح، كلامك من ذهب يكتب بماء الذهب، من يناقشك صرف الحجاج صرف اللجاج. هذا يقول شيخ الأزهر. هذا كله يؤكد القضية الأولى التي ذكرناها، ألا وهي أن الكتابة أو المراجعات مكذوبة يقينا على شيخ الأزهر رحمه الله تبارك وتعالى. نعم شيخنا وصل لنا خبر عاجل. نعم هو مقتل محمد سعيد البوطي. عجيب. تفجير بدمشق. الله المستعان. الله يرحمه. الله يرحمه المسلمين. الله يغفر له. نعم. طيب نكمل شيخنا، عندكم تعليق على الخبر؟ لا أبدا، لكن كنت أتمنى أن لو مات على غير ما كان عليه من نصرة لبشار الله هذا الفاجر الكافر. يعني نصرته لبشار قبيحة جدا، سيئة جدا، يعني خاتمة سوء، خاتمة سوء أن يموت الإنسان على مثل هذا الموقف والعياذ بالله. لكن إن شاء الله في الجملة هو من المسلمين، صلى الله تبارك أن يغفر له. الله مستعان. طيب ما زال تعليق حول لا. هذه الآية وننتقل. لا خلاص. طيب الخامسة. يقول والصادقين الذين قال وكونوا مع الصادقين. طيب أنا أريد أن أو أقرأ كلام العلماء أولا ثم أريد أن أناقش قضية. أول شيء بالنسبة لتفسير هذه الآية، يقول السمعاني قال الضحاك محمد وأصحابه، يعني هو يقول كونوا مع الصادقين، طبعا هو يقول البيت أو العترة أو الأربعة أو الثمانية أو الاثنى عشر عفوا. طيب قال السمعاني نقل عن الضحاك هو محمد وأصحابه، قال وروي عن بعضهم أنه قال مع الصادقين أي مع أبي بكر وعمر، وعن بعضهم أنه قال كونوا مع الصادقين أي مع الخلفاء الأربعة، وقال بعضهم إن الصادقين ها هنا هم الثلاثة الذين سبق ذكرهم، ثلاثة الذين خلفوا اللي هم مرار بن الربيع وهلال بن أمية وكعب بن مالك لما تخلفوا عن غزوة تبوك. قال فإنهم صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتراف بالذنب ولم يعتذروا بالأعذار الكاذبة، يعني الثلاثة الذين تخلفوا في تبوك. وقال الشوكاني عن نافع نزلت في الثلاثة الذين خلفوا، قيل لهم كونوا أيها الناس بعد أن تابوا كونوا مع الصادقين أي مع محمد وأصحابه، وعن ابن جبير قال أي مع أبي بكر وعمر، وعن أبي جعفر الباقر الثلاثة الذين خلفوا. حتى الباقر معنا، محمد الباقر رحمه الله ورضي عنه أيضا يقول مع أبي بكر وعمر، عفوا مع الثلاثة الذين خلفوا. الآية لا شأن لها بأبي رضا، الله يتكلم سبحانه وتعالى عن الثلاثة الذين خلفوا. طيب ثم هؤلاء الثلاثة أو ما نتكلم عن غزوة تبوك قليلا. نعم تفضل. لا بس في غزوة تبوك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لأحد أن يبقى، أمر الجميع أن يخرجوا ما عدا خمسة أصناف.
الذين أمرهم النبي بالبراءة، وهم علي بن أبي طالب، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى لأجل رعاية أهل بيته. طيب، الثاني محمد بن مسلمة، وجعله النبي أميرا على المدينة في ذلك الوقت. الثالث اللي هم العاجزون، مرضى أو عمي أو عرج، يعني ليسوا أهل القتال، ويدخل معهم النساء والأطفال والشيوخ، هذا القسم الثالث. القسم الرابع المنافقون الذين تخاذلوا ولم يخرجوا معه، قال ذلي ولا تفتني، كالجد بن قيس وغيره، ذلي ولا تفتني. ثم القسم الخامس وهم العصاة، الذين يعني الثلاثة هؤلاء الذين عشرة. طيب، هؤلاء عشرة العصاة الذين يعني لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، مسلمون لكن استزلهم الشيطان فلم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قفل النبي راجعا صلى الله عليه وسلم، هؤلاء العشرة زين، طبعا المنافقون معلوم أمرهم، علي بن أبي طالب، محمد بن سلمة، بقوا بأمر النبي، بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. النساء والصبية والأطفال عفوا النساء والصبية والشيوخ ليسوا من أهل القتال، كذلك أصحاب الأعذار، المريض والأعرج والأعمى والذي لم يكن عنده نفقة، هؤلاء كلهم معذورون. بقي العصاة، هؤلاء العصاة العشرة جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، سبعة منهم زين جاءوا واعتذروا، أعذار، أنا كنت مريضا، كنت متعبا، كنت كذا، كنت كذا، كنت ذا، فاستغفروا لهم النبي وذهبوا. بقي ثلاثة، هؤلاء الثلاثة هلال بن أمية ومرار بن الربيع وكعب بن مالك، جاءوا وقالوا الصدق، قالوا لم يكن لنا عذر، صراحة لم يكن لنا عذر، عصينا، نستغفر الله، استغفر لنا، نحن عصينا. هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا عن ماذا؟ ليس تخلفوا، خلفوا عن الاستغفار، لم يستغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أما هؤلاء فصدقوا، اتركوهم، فخلفوا. المنافقون جاءوا واعتذروا، العصاة السبعة جاءوا واعتذروا، هؤلاء الثلاثة لم يعتذروا، قالوا الصدق، قالوا ما عندنا عذر، فخلفوا عن قبول توبتهم. فظلوا كذلك مدة من الزمن، لمدة 50 ليلة، حتى أنزل الله توبتهم أو توبته عليهم سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى بعد أن ذكر قصتهم قال يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادق، يقول لهؤلاء الثلاثة كونوا مع الصادقين، أو يقول لنا كونوا مع هؤلاء الثلاثة الصادقين. جميل. طيب، فإذا نزلت في هؤلاء الثلاثة، ما دخل علي والحسن والحسين والتسعة في هذا الموضوع؟ ما دخل هذا؟ ثاني، أنا أريد أن أسأل سؤالا لك ولعامة الشيعة والسنة، علي بن أبي طالب من الصادقين أو من الصديقين؟ أيهما أفضل، الصادق أو الصديق؟ الصديق. الصديق، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق الله ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق، صديق وليس صادق، الله صديق. فإذا قال الشيعة علي هو من الصادقين، نقول أبو بكر من الصديقين، ماذا تقولون؟ أبو بكر هو الصديق رضي الله عنه، ولا يعرف أحد في هذه الدنيا إذا أطلق الصديق إلا ويذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه، وكان النبي يقول لعائشة يا ابنة الصديق، الله يا ابنة الصديق يناديها. طيب، فالصادق أفضل أو الصديق؟ الصديق أفضل. فهم يريدون يستدلوا بأي شيء، يتمسكوا بأي شيء، وهذا ليس بصحيح، ليس. ونحن لا ننكر أبدا أن علي من الصادقين بل من الصديقين رضي الله عنه وأرضاه، لا شك في هذا عندنا، لكن كما يقول أوردها سعد وسعد المشتمل، ما هكذا تورد يا سعد الإبل، ما ليس هذه الطريقة. يعني إخراج هذه الآية من مدلولها ومن سياقها ثم يجعلها رغما يعني أن في علي وحسن حسين، هذا الكلام
يعني لا يقبل ابدا. وانما قول الله تبارك كونوا مع الصادقين مثل قول الله واركعوا مع الراكعين. يعني هذا امر لجميع الناس، ترى كلنا مامور بذلك. كل الله النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول ما اذا رجل يصدق يتحرص حتى يكتب عند الله صديقه، هذا ماذا يريد؟ ما يريد نحن ان نكون كذلك؟ نعم. انت الا تتمنى ان تكون صديقا؟ كل واحد انا اتمنى ان اكون صديقا. نعم. طيب، فالله عندما يقول كونوا مع الصادقين هذا كلام عام لكل الناس، ايها الناس كونوا مع الصادقين، كلام عام، كما يقول واركعوا مع الراكعين، كلام عام لجميع الناس. فلماذا تجعل في علي رضي الله عنه، وخاصة إذا علمنا لا يوجد حديث صحيح في هذا الأمر أبدا، وإنما هي في دعوة كبيرة جدا. الآية صريحة يا شيخنا للفقراء المهاجرين، ثم قال أولئك هم الصادقون، بعد هذه صريحة جدا، وعلي منهم، وعلي منهم نعم لا شك فيها، فتخصيصها بعلي رضي الله عنه. كذلك الآية العامة ومن يطع الله ورسوله أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، جعلهم الذي يطيع الله ورسوله. فلماذا تقيد في علي رضي الله عنه؟ ضيقونا واسعا. يذكروني بالرجل الذي قال اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحدا، هل ضيقته واسعا؟ رحمة الله واسعا لا تضيقها. فلماذا هنا يقولون كونوا مع الصادقين أي علي أو الأئمة الاثني عشر؟ غير صحيح هذا الكلام، الصادقون كثر، سأل الله يجعلنا وإياكم منهم، والمشاهدين الكرام سأل الله يجعلهم منهم، ما المانع؟ فلا تضيقوا واسعا. نعم. يقول وصراط الله الذي قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. يعني وأن هذا صراطي مستقيما، يعني علي رضي الله عنه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. يعني الآن يعني هذه الآية مرتبطة بآيات سابقة، مرتبطة بآيات سابقة. يقول الله تبارك وتعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إيش دخل علي الموضوع رضي الله عنه؟ هذه تسمى عند أهل العلم كما سماها ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه الوصايا العشر، وصايا من ربنا تبارك وتعالى عامة المؤمنين. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم لا تشركوا به شيئا بالوالدين إحسانا لا تقتلوا أولادكم من فقر لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها لا تقتلوا النفس التي حرم الله لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلك مستقيم. ثم قال إيش؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا. وصايا إيش دخل علي رضي الله؟ ولما يقول لك وأن هذا إيش؟ اسم إشارة على شيء موجود أو شيء مضى. أين علي؟ ما قال وأن عليا صراطي مستقيما فاتبعوا كما قال الخبيث في تلك المرة الماضية لما قال صراط هذا صراط علي مستقيم، قال هذا صراط علي مستقيم والعياذ بالله. طيب يقول وأن هذا الذي مضى الذي ذكرناه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا، ما دخل هذا بآل البيت؟ كيف تنتزع الآيات؟ كيف يتصرف هكذا مع كلام الله تبارك وتعالى؟ ويعني تفسير أهل العلم لهذا كلام قول الله تبارك وتعالى يقول البغوي نعم وأن هذا يعني الذي أوصاكم به في هاتين الآيتين هذه الوصايا نعم عليه العشر. قال الطبري هذا الذي وصاكم به ربكم أيها الناس في هاتين الآيتين هو صراطه يعني طريقه ودينه الذي ارتضاه لعباده، مو علي. أين علي رضي الله عنه؟ رضي الله. وفي مسند أحمد من حديث ابن مسعود أنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل متفرقة على كل سبيل
منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال الشوكاني: والصراط الطريق، وهو طريق دين الإسلام، والمستقيم المستوي الذي لا اعوجاج فيه، ثم أمرهم باتباعه ونهاهم عن اتباع سائر السبل الأديان المتباينة طرقها. أين علي؟ أين علي؟ يعني لا أدري ماذا أقول، لكن هذا عبث، عبث أقل ما يقال فيه إنه عبث. طيب وانتبه لقضية، وشيخ الأزهر يقول مقبول، آيات باهرة لله مراهق، لله مراهق يراك. طيب شيخنا نأخذ فاصل، ألا تستريح إن شاء الله، فاصل ونواصل بإذن الله، فابقوا معنا. وأما موضوعنا، موضوعنا نحن نقول نعم يستكثرون هؤلاء جايبين مسجلين تسجيل للشيخ حسين الفهيد. الشيخ حسين الفهيد خطيب يعني منشد من أرق المنشدين في مدح النبي وأهل البيت عليهم السلام. ما أظن واحد سوي الذهن والمشاعر يسمعه إلا ويتأثر، لأنه يقول علي وجه رب الكون، هذا كفر كفر، ويجيبون هذا وبعدين يجيبون يقول يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي شيعتك من شدة، الله الله يا علي، أقول يا علي، أنادي يا علي، أستغيث يا علي، أطلب منك، أتوسل بك يا علي، وكله من ربي، كله من ربي. أنا من أعرف علي بن أبي طالب؟ ربي قال لي، نبي قال لي. ماذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمره ربه أن لا يشرك به شيء وأمرنا نحن أن نتأسى به؟ قال لي أنا ما أقبل إلا تصلي علي علي وياي، ما أقبل وحدي. وما هي علاقة الصلاة بالاستغاثة؟ لنرى الآن، ويجيبوا لهم واحد واحد شيخ يا الله الله الله، خط جيد، صيح يا الله اسم لصاحبه كل جلال، الله اسم لصاحبه كل كمال، الله اسم لصاحبه كل جمال، هو الاسم الذي تستجاب به الدعوات. هذا يقول هذا توحيد، يا علي هذا شرك. وهل الذي يقول يا الله وحده هو على التوحيد أم لا؟ لا، يا الله بلا يا علي شرك. أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. أهل التوحيد لم يبلغهم علم الشرك المتطور. فعندما تذكر عليا فقد ذكرت الله سبحانه وتعالى، لما لا؟ ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله: أيها الناس، من أراد أن يطفئ غضب الله وأن يقبل الله عمله فلينظر إلى علي بن أبي طالب عليه السلام، فالنظر إليه يزيد في الإيمان. يمكن الإيمان مو موجود ظاهريا، لكن مرقده الشريف موجود، واحد ينظر إلى مجسم أو إلى صورة لمرقد أمير المؤمنين عليه السلام، أيضا له من الأجر ما له من الأجر، ينظر إلى اسم علي بن أبي طالب عليه السلام، هذا يزيد في الإيمان، وهكذا وهل مجرى. والله ما نجد ما نصفكم به إلا كما وصف الله عز وجل قوم نوح، حيث قال: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. أبو صالح سعدون، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا. من يريد المشاركة معنا عبر الهاتف ستظهر له الآن أرقام الهاتف، ونستقبل أول اتصال معنا. أم عمر من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام.
حييك وحيي الدكتور، وأتمنى أنه لقاءات يجونها حقيقة. برنامج زي هذا وكلام يقول الدكتور حرام أنه يروح كذا، أتمنى أنه يجونها في كتب ويقرأه الأجيال القادمة. وأيضا أحب أقول للدكتور، أنا قبل سألت أنا أقصد عن كوراني وذولي الأحكام القضائية مو شرعية، عارفين أنهم كفار خاصين ذولي، بس علمة علماء الأمة لماذا يمسرون عليهم أحكام يعني بقطع رقبة هذا القراني أو غيره؟ يعني نرى كفر صريح، تعليم الناس الشرك، كالساحر نعلم أنه يقبض عليه حتى بشرعنا، أما يستتاب أو يقطع رأسه، هذا شيء مفروغ منه. ولكني أرجع أطلب الدكتور أن يدونا هذه الحلقات اللي يقدمها، ولتكرمتولي أبارك لنفسي وللأمة، الله هو بين يدي ربي، لكن والله من نسأل الله العلي العظيم البشار وراه بإذن الله. وما نقدر نقول عن نسين هذه إذا بيد الله سبحانه وتعالى، لا نحكمنا لا بجنة ولا بنار. واشكرك واشكر الدكتور. طيب حياك الله أختنا الكريمة. معنا أبو محمد من العراق، تفضل. السلام عليكم، كيف حالكم؟ مساكم الله بالخير. حياك الله، أهلا وسهلا. كيف حالك يا شيخ عثمان؟ مرحبا، حياك الله. أسأل الله أن يحفظك، أسأل الله أن يحرم وجهك عن النار، أسأل الله أن ينصرك وينصر بك، وإني أحبك في الله. حبك. والله العظيم لو سألت الشيعة سؤال وأنا كنت عايش معهم 27 سنة، أسألهم سؤال، قل لهم هل هناك تسجيل للسستاني أو مقتدى القذر أنه يقرأ القرآن أو يقرأ اللغة العربية، أو في يوم السستاني قرأ القرآن قل لهم أتوني بتسجيل السستاني يقرأون القرآن، أي تسجيل للسستاني أو مقتدى يقرأ القرآن فقط تلاوة كذا آية فاتحة. السستاني لا يعرف يتكلم اللغة العربية أبدا، يعبدون رجل يدعي أنه سيد ولا يستطيع أن يتكلم اللغة العربية، لغة عربية. هل كانت لغة علي بن أبي طالب العربية من الفارسية؟ وجه لهم سؤال، ضع الآن جائزة، قل لهم أتوني بتسجيل السستاني أو مقتدى الصدر أو أي مرجع، وخاصة هذا السستاني المشلول الحركة الذي يسمونه بالصامت، قل لهم أتوني بتسجيل السستاني يقرأ القرآن، أليس من أهل البيت؟ أليس سيد؟ أليس مرجع؟ أين محاضراتهم في اللغة العربية؟ أبو محمد، أين محاضرة؟ يقولون أبو حنيفة إيراني، يقولون البخاري البكر، كلهم يحفظون القرآن، كلهم كل علماء أهل السنة يحفظون القرآن بالحرف الواحد. قل لهم ائتوني بتسجيل ولو دقيقة واحدة لسه الثاني أقرأ القرآن. يا أبا محمد تسمعني؟ نعم أسمعك أخي، تفضل. حياك الله. كمال حيدر يطعن في السستاني بهذه الأشياء التي ذكرتها الآن. يا أخي أنا أسف على المقاطعة، ما يحتاج أن نتكلم، كمال حيدر هم يشهدون على أنفسهم بهذا. والله لا يعرفون لا الحيدري ولا السستاني ولا الصدر، ولا يعرفون أي شيء من دين التشيع إلا أن يغمضون أعينهم ويمشون وراء المرجع، لأنهم لا والله العظيم أنا أخشى أن أقول كلمة على القناة لأنها كلمة يعني فيها شيء قد لا يرضى عني الشيخ عثمان الخميس. أقسم بالله العظيم، يقول شخص تركت مذهب التشيع لأنني كدت أن أفعل بأختي، أقسم بالله قال لي هذا، لا يدري بالبنت التي كاد أن يتمتع بها، فعندما يعني أضاءوا الأنوار وجد أنها أخته، لكنه لم يقع في الفاحشة وترك هذا المذهب. وكثير، ولو أردت أن أتحدث لك، والله الشيعة العوام لا يعرفون من دينهم لا مرجع ولا أي شيء إلا أنهم مرتاحون لهذا الدين، خمس، سرقة، متعة، كذب، تقية، دجل، لا صلاة. ترى يعني عشت معهم 27 سنة لا ترى أحدهم يعرف معنى الصلاة، معنى الصلاة ما معنى الصلاة لا يعرف. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم، طبعا أنا أحب الشيخ عثمان الخميس حب، أسأل الله عز وجل أن يوم القيامة نأخذ بيدي وأقول يا ربي هذا نصر الصحابة وأمهات المؤمنين. وأسف يعني على الإطالة، وجزاكم الله خير. سلام. جزاك الله خير أخونا الحبيب، بارك الله فيك. معنا أبو عبد الله من العراق، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أستاذ العزيز؟ حياك الله. حياك الله. شلون الشيخ عثمان الخميس؟ حياكم الله، مرحبا. الله حين باك ويسلمك ويحفظك.
أريد بس أن الشيخ عثمان الخميس أكو حديث سيدنا عمر يقول بئس بمقام لا يوجد فيه أبو الحسن، هل هذا موجود أم أنا سمعته يعني متواتر عند الناس؟ بئس إيش؟ في العراق. مرة ثانية تعيدها. أعد الحديث. بئس بمقام لا يوجد فيه أبو الحسن. المقام؟ بئس بمقام لا يوجد فيه أبو الحسن. السلام عليكم. يقصد حديث كان مقولة عن سيدنا عمر. ماشي نشوف إن شاء الله. إيه وريد تفسير الآية اللي تقول بل هم كالأنعام بل أضلوا سبيلا، منهم اللي كانوا مقصودين وفي وقتنا حاضر منهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا أبو محمد من العراق، تفضل. يا الله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ العزيز كيف الحال؟ يا مرحبا حياك الله. أنت الذي اتصلت الحلقة الماضية أبا محمد؟ أنا ذلك الأسبوع الذي اتصلت. لا حياك الله. مداخلة واحدة فقط. تفضل. أرجو منكم. تفضل. أنه أخشى أنه الرصيد يخلص، دعوني أكمل الإشكالات وبعد ذلك أبقى معكم إلى أن تكملوا. تفضل. جيد؟ طيب حياك الله. يا الله، بالنسبة إلى المذيع في تلك الحلقة السابقة أنه تحديت الشيعة أن يأتوا بدليل على عصمة الأنبياء من الصغر فقط بالتبليغ. سؤالك الآن ماذا يا أستاذ؟ الأنبياء ليس معصومين من الصغر. لم نتحدى الشيعة بهذا. لا لم نتحدى بهذا، نحن تحدينا في إنما يريد. سؤال جيد لن نتحدث. سؤال، هل الأنبياء معصومين من الصغر أم لا؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. هناك قولان لأهل العلم، هناك قول أن الأنبياء معصومون من الصغائر ونصره الرازي وابن عطية وغيرهما من أهل العلم، وهناك من أهل العلم من يرى أنه قد تقع منهم صغار لكن لا يقرون عليها ويتوبون منها مباشرة، وهذا قول كثير من أهل العلم. نعم تفضل. جزاك الله خير شيخ العزيز. شيخي إنه أنا أحب إنه قمت أتحادث معك لأنه أرى فيك الثقافة. تفضل. سؤال، عندي إشكال في الحلقة السابقة قلت إنه قال لك أحد إنه احلل عقدة من لساني أو كذا، أنت ما قبلت بهذا الشيء. أقول لماذا تقول في الدعاء اهدنا الصراط المستقيم؟ هذا الإشكال ماشي. الأول ماشي. أما الإشكال الثاني إنه قلت آية التطهير نزولها بعد الحدث، إنه بعد حدث الكساء نزلت آية التطهير أو قبله، أليس هذا صحيح؟ نعم. سؤالي، في أي سورة نزلت آية ثاني اثنين إذ هما في الغار؟ سورة التوبة وهي مدنية والحدث حدث في مكة. سؤال، طرحت إن فاطمة غضبت على علي بن أبي طالب عليهم السلام عندما أتاها شخص، وقلت إنها غضبت وأخبرت عندما أراد أن يخطب ابنة أبي جهل. هذه الرواية لم تكن هي يا شيخي، وهي الرواية كالآتي، إنه أتى شقي إلى فاطمة عليه السلام وأخبرها بأن أمير المؤمنين أراد أن يخطب بنت أبي جهل وعلمت الرسول صلى الله عليه وآله، وعندما سمع أخبر علي قال له لا والذي بعثك بالحق نبيا ما بلغها شيئا من هذا، فلما علمت الزهراء ابتسمت وفرحت. وروى الصدوق في بحار الأنوار المجلد 43 صفحة 134 ما أغضبتها ولا أكرهتها على أمر حتى قبضها الله. أما بالنسبة إلى صحيح البخاري نرجع، يقول صفحة 660 يا أبا محمد سؤال بس بسيط يا أبا محمد لو سمحت يا أرجو الاعتذار لأنه أخشى الرصيد أن يخلص. إيه تفضل. جزاك الله خير. صحيح البخاري صفحة 660 مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله صفحة 749 أتت فاطمة تطلب ميراثها من أبي بكر فقال أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله إن معاشر الأنبياء ما نورث ما تركناه صدقة، فوجلت فاطمة على أبي بكر ولم تكلمه حتى ماتت وعاشت بعد النبي 6 أشهر. هذا واحد. الإشكال الثاني الذي قلته أنت في الحلقة السابقة
بأن القول قول عمر الخليفة الثاني عندما أخبر أنه دخل على عائشة وقال لها أبلغ بك الأمر أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله؟ جوابها كان قالت ما لك وما لي ابن الخطاب عليك بعيبتك. يقول فذهب إلى حط إلى نهاية الحديث. أرجع ثاني مرة سؤالي لك يا شيخ، هل هذا القول معروف بالبخاري وغيره بأنه عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وآله قالت يا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر؟ جواب شيخي أريد. أبو محمد ممكن سؤال واحد بس؟ والله بعدين أخليك تسأل. أنت الآن طرحت أكثر مشكلة، اسمح لنا يا أسئلة كثيرة. لحظة، إحنا نريد أسألك سؤال واحد. ممكن سؤال واحد؟ تفضل. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري في حادثة عائشة وحفصة، هل عذرهن أم كفرهن؟ لا. ها؟ قال دخلت، الرواية كالآتي. قال دخلت إلى المسجد فرأيت الأصحاب ينكثون بالحصي وقالوا طلق رسول الله أزواجه. سؤال واضح. قال والله لأعلمن الأمر بنفسي. سؤال واضح. والراوي لا تكلم عن الطلاق. سؤال واضح، النبي صلى الله عليه وسلم عذرهن على غيرتهن أم كفرهن؟ ما جاي يسمعك عدل. سؤال واضح، هل النبي صلى الله عليه وسلم عذرهن في غيرتهن أم قال هن كافرات؟ لا باب الإيذاء أنا أقصد. يا أخي أنت تريد أن تكفرهن، السؤال هل النبي صلى الله عليه وسلم عذرهن أم كفرهن؟ شيخ العزيز أنا ما جاي أكفر، جاي أقول لك سؤال مباشر، هل أذى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن أم كافر؟ منو؟ من آذى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن أم كافر؟ لا، إذا أشار القرآن إليه إن الذين يؤذون رسول الله. سؤال مباشر، حفصة وعائشة، أنت قلت آذت النبي صلى الله عليه وسلم، هل هن كافرات؟ إذا صدق هذا القول. سؤال مباشر، هل هن كافرات أو ليسوا بكافرات؟ ليس كفر، إنه كافرات كفر الشرك، يعني كفروا كفرا آخر، كفر النفاق يكون. طيب كفر النفاق هذا اعتقادي أم عملي؟ أنه واقع حال إذا ثبتت عليهم. أنا سؤالي واضح شيخ العزيز، هذا كفر مخرج من الملة أم ليس المخرج؟ أنا موجود في صحيح البخاري، أنت فسر لي. يا أبا محمد نريد نفهم. أنا أريد أستفصل رأيك في المسألة فقط، يعني والشيخ يجيبك ما عندي إشكال، بس أنا أريد أعرف هل هذا الكفر أنا أعرف شنو نوع الأذية. اسمعني، هل الكفر يعني الذي وقعت فيه حفصة وعائشة هل هو كفر يخرج من الملة؟ إذا رسول الله له عذاب في الآخرة، إذن هن كافرات. إذا أنت لا تقول كافرات، كفر الجهر معروف، إذن هن كافرات ومخلدات في النار صح؟ هن كافرات ومخلدات في النار صح؟ من أنه راح ينتهي الرصيد. لا خليك من الإشكال الأخير فقط وتحدث. أنت متناقض، قلت في البداية لا أكفرهن ثم الآن كفرتهن وقلت أنهم مخلدات، فتبين كذبك واستخدامك للتقية. أرجو إذا تتكلم معنا فنحن يعني والشيخ عثمان قبل ذلك خبيرون بألاعيبكم واستخدامكم للتقية، فأرجو أن تكون صريح في مذهبك يعني التكفيري. ليس كفر الإشهار. حبيبي شيخ الحديث تعطيني دقيقة من فضلك؟ لا تفضل أعد. أعطيني دقيقة من فضلك، وأنا فقط هذه آخر رواية. يا أبا محمد. هذه آخر رواية ألقيها عليك، وبعد ذلك تكلم بأي شيء تريد. طيب وش هذه الرواية؟ تفضل. ماشي. قالت يا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر. صحيح أم لا؟ تفضل. واضح أكمل. واضح في نفس الكتاب في صحيح البخاري يقول إنه فيما
بلغ عمر بن الخطاب الخليفة الثاني نهاية الأمر، قالوا له هل توصي؟ قال فإن أوصي فتعلم أن هو خير مني أبا بكر، وإن أترك فتعلم أن هو خير مني ومن أبي بكر رسول الله صلى الله عليه وآله. كيف هذا التناقض نراه؟ هنا تقول يا أبا الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وهنا يقول الخليفة الثاني فإن أترك فتعلم من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن كيف هذا؟ إذن طيب حياك الله، انقطع الاتصال الآن. يا أبا محمد، المشكلة عندكم يعني، ودائما ما نعانيه مع يعني الشيعة، أنهم في حواراتهم ويعني يستخدمون التقية، والتقية هذا مورد من موارد التناقضات التي تظهر على مذهبكم، والتقية سببت لكم إشكالات كثيرة، سواء في المرويات، عندكم مرويات متناقضة، التقية سببت لكم إشكال حتى أنتم في أقوالكم متناقضون، وهذا واضح. يعني انظر الآن، تقول قبل قليل أنا لا أكفرهن، حفصة وعائشة أنا لا أكفرهن، ثم بعد أن دخلت معك في الحوار وكشفت تناقض قلت لا هن كافرات، هن كافرات. فأرجو مرة أخرى عندما تتصل، وأنا أرحب يعني والشركة كذلك أرحب بالحوار وباستقبال الأسئلة، ولكن نرجو أيضا من المخالفين والمتصلين أن يكونوا في غاية الوضوح والشفافية. نأخذ فاصل إن شاء الله ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. قنواتنا الشيعية مواد كثيرة عندها الآن من هذه الثروة العظيمة. من العقائد، شوف محمد بن مسلم يقول سيدي أنا كثير العلل، من مرض المرض ومن ألم الألم، وتداويت بكل الأدوية فما نفعني شيء. قال له الإمام الصادق فأين أنت عن طين قبر الحسين بن علي، فإنه شفاء من كل داء وأمان من كل خوف. يعني كل أنواع البلاء تربة الحسين تقضي عليه، كل أنواع المرض، ليس فقط مرض البدن، لا حتى مرض القلب وحياة عيونك، حتى الشك إذا يصير بقلبك إن شاء الله بعيد عنك، أنا ما شايف شك بقلوبكم أبدا. فيقول له وتربة الحسين شفاء من كل داء وأمان من كل خوف. ظالم حاكم ظالم، ها خوف عليك. قال وفي رواية أخرى يخاف على نفسه الذبح. هؤلاء اللي فجروا المراقد في سامراء، إذا الإمام الحجة كان ظاهر كان عندهم مانع من قتل الإمام الحجة قطعا، قتلوا آباءهم من قبل، ذول أولاد أولئك أتباع أولئك. القرآن يقول أنتم أحبتي كل يوم لكم كتاب يرفع إلى الإمام صاحب العصر والزمان، أنت أيها الحبيب لك كتاب، في كل يوم ملائكة يطبقون الكتاب يحملوا للإمام صاحب العصر والزمان، يقولون هذا كتاب عبد الحميد، هذا كتاب حسين، هذا كتاب محمد باقر، خذ هذا الكتاب تعال. الإمام يقرأ الكتاب يوقع على الكتاب. الآن تريد أن تحضر هنا، إذا الإمام الحجة ما يوقع ما تحضر، ما تقدر تحضر المجلس، إذا ما يوقع ما تحضر أبدا. حتى أبو عبد الله الإمام الحسين لما يعطيك شيء الإمام روح له الفداء يحوله على الإمام صاحب العصر والزمان، لأن هو إمام العصر، واحتراما له الإمام يوقع تأخذ حاجتك أنت. من السيرة من التاريخ، السيدة الزهراء، قرار السيدة الزهراء سلام الله عليها تروح إلى مجلس عرس اليهود،
إن الله يدافع. وشلون يدافع؟ نزل جبرائيل بعد ظهر الجمعة، نزل جبرائيل بتحفة من الجنة، حريرة خضراء، فتحوا الحريرة فيها ثوب من سندس الجنة، وفي وسائل المكياج من الجنة. السيدة الطاهرة تجملت ولبست ثيابها من الجنة لما دخلت في مجلس نساء اليهود. خلي نشوف بنت النبي شلون تدخل. فلما دخلت الزهراء بثيابها المتلألئة من الجنة غارت العيون فوقعن. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا. شيخنا الحبيب ذكر أبو محمد بعض الإشكالات والسؤالات في اتصاله، تردون عليها بإذن الله. وطبعا يعني ذكر مجموعة ولا يصلح هذا، يعني الأصل أن يكون سؤال واحد، الآن لذلك سأرد عليها ردا سريعا يعني. نعم عشان الوقت. لكن قبله بالنسبة للأخت أم عمر تقول لماذا لا تقام القضائية على بعض الكفرة الذين يطعنون في دين الله تبارك وتعالى؟ والله أنا أؤيدها، أنه إذا كان في بعض الدول التي يمكن أن تطبق شرع الله تبارك وتعالى تقيم عليه أحكام القضائية. نعم. يقول بئس المقام ليس فيه أبو الحسن. أما محبة عمر لعلي بن أبي طالب فهذه معروفة جدا. نعم. ولا شك أن عليا كان من جلساء عمر رضي الله عنه، المقربين لعمر، بل هو صهره. وأما قضية أنه قالها لا يستبعد أن يكون عمر قال مثل هذا الكلام، ولا شك أن مجلسا فيه علي لا شك أنه مجلس مبارك. نعم. يقول اهدنا الصراط المستقيم، لماذا تقول احلق دنزا وأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم؟ لا، هذا فرق عظيم جدا. يعني نحن عندما نقول اهدنا الصراط المستقيم ونحن مهديون، النبي كان يقول اهدنا الصراط المستقيم. يقول أهل العلم لها ثلاثة معاني. اهدنا الصراط المستقيم بمعنى ثبتنا على الصراط المستقيم. المعنى الثاني اهدنا الصراط المستقيم زدنا هداية. المعنى الثالث اهدنا الصراط المستقيم لما يستقبل من الأعمال والأقوال، لأن الإنسان دائما في عمل حتى يموت، ولا نعرف خاتم، ويحتاج في كل عمل قادم أن يهديه الله الصراط المستقيم. لكن عندما أقول احلو عقدة من لسان ولسان ما في شيء، هذا عبث. لما أقول أذهب عنهم الرجس وهو قد أذهب عنهم الرجس منذ الخلقة، هذا عبث. هذا الذي قلناه، والإنسان ما يعرف خاتمه. أي نعم. أما قوله ثانية اثنين ثم في الغار، يقول هي في التوبة المدنية. إحنا ما قلنا أن نزلت هذه الآية في أبي بكر أثناء وجودهما في الغار. نعم. نحن نقول لما قال علي رضي الله عنه إن الله عاتب أصحاب محمد كلهم، طيب قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، هذه نزلت في المدينة. نعم، ما نقول شيء غير هذا، ولكن الحادثة وقعت، لكن لم نقل الآية نزلت في الحادثة. لكن الذي صار في الحادثة قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك في اثنين الله ثالثهما. أما قوله وجدت فاطمة على أبي بكر، هذه فيها تفصيل إن شاء الله سيأتي ذكرها إن شاء الله عندما نتكلم عن ميراث فاطمة ونتكلم عن هذه الجملة، هل هي من كلام فاطمة أو من زيادات الزهري رحمه الله تعالى، من كلام عائشة من زيادة الزهري. يقول كيف نجمع بين يأبى الله إلا أبي بكر وعمر يقول إن أوصي فقد. هو لم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، ولكن عائشة لما قالها إن يأبى الله إلا أبي بكر في الصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إيتيني بكتاب أكتبه لأبيك وأدعي لأباك وأخاك أكتب لهما كتابا يأبى الله إلا أبي بكر، لكن لم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك عمر قال لم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم، قال لم يوصي النبي لأبي بكر. وهذا الذي عليه كثير من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي، لكن ألمح وأشار إشارات إلى أبي بكر، لكن لم يوصي كما قال عمر رضي الله. ولا تعارض بين الأمرين، لا تعارض بين قول عائشة ولا بين قول عمر رضي الله عنهما. شفت أيضا الشيخنا تناقض فيه. يعني بسبب التقية التي يستخدمها أبا محمد، طبعا مرة يقول كافرات مرة يقول كافرات، خلى على التقية. هل في رواية صحيح البخاري أنه النبي كفرهن؟ ما دخل الطلاق بالتكفير؟ يكفي أنه مات وهن على ذمته. أين الطلاق؟ يكفي هذا أنه لم يفارقهن حتى مات. يكفي أن الله تبارك وتعالى قال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا، ولم يبدله، فدل هذا على أنه لا يوجد خير منهن رضوان الله عليهن.
وسماهن الله أمهات المؤمنين، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه أزواجه أمهات. والآية التي يحتجون بها في الطعن في حفصة وعائشة، كيف تنقلب فضل يا أيها النبي لما تحرم تبتغي مرضات أزواجك؟ كيف يبتغي مرضات الكافرات؟ كافرات، لا كلام غير. طيب نكمل. طيب بإذن الله. وقفنا عند وسبيله الثامن. إيه، وسبيله الذي قال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قلنا هذه وأن هذا صراط مستقيم. هذا صراط مستقيم. هي واحدة. نفسها واحدة. هي واحدة. طيب. وأولي الأمر الذين قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نعم، هذه الآية عامة. يقول ابن عباس، يقول ابن كثير عن ابن عباس، نزلت في عبد الله بن حذافة إذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، وعن علي رضي الله عنه بعث رسول الله سرية واستمع إليهم رجلا من الأنصار وذكر القصة. قال القرطبي وأولي الأمر أهل القرآن والعلم، وقيل الفقهاء والعلماء، وقيل أصحاب محمد خاصة، وقيل أبو بكر وعمر، وقيل أهل العقل والرأي. ثم قال وأصح هذه الأقوال الأول والثاني اللي هم أهل القرآن والعلم أو الفقهاء والعلماء. أين علي؟ من قال أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم علي أو الأئمة الاثني عشر؟ من قال هذا؟ هذا عبث في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. ثم قال وزعم قوم أن، هذا قرطبي، كلام قرطبي، وزعم قوم أن المراد بأولي الأمر علي والأئمة المعصومون. يقول ولو كان كذلك ما كان لقوله فردوه إلى الله والرسول معنى، بل كان يقول ردوه إلى الإمام وأولي الأمر، وهذا قول مهجور مخالف لما عليه الجمهور. هذا كلام القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فلم يقل وردوه إلى أولي الأمر. لماذا؟ في البداية قال يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، وإنما قال وأولي الأمر منكم. تختلف. فالله له طاعة مطلقة، مطلقة، والنبي له طاعة مطلقة لأنه لا يمر إلا بالخير. أولو الأمر مقيدة. فيهم الصالح والفاسد. نعم. فيهم التقي والفاجر. فيهم من يأمر بالخير وفيهم من يأمر بالشر. يأمر بالشر. نعم. بشر. طيب. نعم. ولذلك جعل طاعتهم مقيدة. قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، فهي تابعة لطاعة الله وطاعة الرسول. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق ولو كان أولي أمر، من أولي الأمر لا طاعة لمخلوق. تسمع وتطيع، طيب ما لم تؤمر بمعصية فلا يطاع هنا، لأنه قد يأمر بالمعصية لكن الرسول لا يأمر بالمعصية، يطاع صلى الله عليه وسلم. وإذا قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول فقط، ما في أولي الأمر، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ولم يذكر أولي الأمر. ولو كان أولي الأمر المعصومون كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المعصوم، طيب صلوات ربي وسلامه، كان يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وأولي الأمر لأنهم معصومون في النهاية، لكن ما قالها، فدل على أنهم إيش؟ غير معصومين، وبالتالي لا يرد إليهم وإنما يرد إلى الله والرسول. يرد إلى الله في كتابه، يرد إلى الرسول في حياته لذاته وبعد موته إلى سنته، ولا يقال يعني يرد إلى أولي الأمر الذين. ولذلك الشيعة هذه الآية أذبتهم كثيرا. الله. نعم، لأنه يقول كيف هم يقولون أولي الأمر لما 12، طيب ممتاز، ليش ما رد إليه بالأمر؟ قالوا لا، تحريف هنا في القرآن. طيب وما هو الصحيح؟ قالوا الصحيح في الآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وأولي الأمر منكم. يؤلفون قرآن حتى يستقيم مع أهوائهم. يقول كيف يأمر بطاعتهم ثم لا يرد الأمر إليهم؟ ينقل عن جعفر الصادق أو الباقر، يقول كيف يأمرهم بطاعتهم ثم لا يرد الأمر إليهم؟ إذن الآية غلط، والآية الصحيحة فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وأولي الأمر. تحريف. تحريف، لأن القرآن لا يسعفهم. الله أكبر. القرآن لا يسعفهم والسنة لا تسعفهم،
فألفوا أحاديث نسبوها للنبي صلى الله عليه وسلم وألفوا آيات ونسبوها إلى رب العزة تبارك وتعالى، وهذا من إفكهم وكذبهم وزورهم. أعاذنا الله وإياكم من يسمع من ذلك. تأذن لي شيخ نص للمرتضى في كتابه الشاف في الإمام المجلد الثاني صفحة 257 صفحة 258. قال صاحب الكتاب يعني عبد الجبار المعتزلي الهمداني نعم، دليل لهم آخر واستدل بعضهم بقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول الأمر منكم، وذكر أن إجابه تعالى طاعته لا يكون إلا وهم منصوص عليه معصوم لا يجوز عليه الخطأ، وثبوت ذلك يقتضي أنه أمير المؤمنين إلى أن قال. ثم يقول المرتضى يقول إن هذه الآية لا تدل على النص على أمير المؤمنين، وما نعرف أحدا من أصحابنا اعتمدها فيه، وإنما استدل بها ابن الراوندي في كتاب الإمامة على أن الأئمة يجب أن يكونوا معصومين منصوصا على أعيانهم، والآية غير دالة على هذا المعنى. الله. وابن الراوندي يرى أن الخلاف في العباس وولده، الراوندية العباس وولده، وهؤلاء في ما علي ما يرون عليا إماما ولا خليفة. سبحان الله. شوف هذا أحد أئمتهم يقول آية غير دالة. وهنا عبد الحسين يقول هي فيهم دالة، وشيخ الأزهر يسكت، ما يدلك على كذبه على شيخ الأزهر رحمه الله. شيخ الأزهر لا يعلم معنى هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لا يعلم شيخ الأزهر أن الآية هذه كما قال المفسر من أهل السنة يسلم له، يقول آياتك البينات، هل يقبل هذا؟ حججك الباهرة. نعم. هذا يدلك على كذبه على شيخ الأزهر. ومحمد ولذلك أنا قلت في البداية، عفوا سامحني، تفضل شيخ، وما قلت في البداية كلما قرأنا في هذه الآيات الخمسين تبين لنا كذبه على شيخ الأزهر رحمه الله تبارك وتعالى، أنه فعلا يكذب على شيخ الأزهر ويفتري عليه. لا يمكن أبدا أن شيخ الأزهر تمر عليه هذه الآيات بهذه الطريقة وهو يسلم، يقول حجج باهرة، آيات دالة وغير ذلك من الأمور. لا يمكن، لا يمكن ولا يقبل. يعني أصحابه المرتضى أحد أعلامهم غير مقتنع بهذه الآية، هذه الآية ما تدل، ويقتنع شيخ الأزهر السني هذا عالمكم الشيء مو مقتنع أنها تدل على هذه المعاني التي يذكرها عبد الحسين. ثم يذكر معنا عجب محمد عاصم محسن، وهذا النص نسيت أن أحضره لكن لعلي أحضره الحلقة القادمة، يذكر أن آية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول الأمر منكم ليست محصورة على الأئمة، يدخل فيها غيرهم. نعم. من بقية ولي الأمر. ولي الأمر. ولي الأمر عام. نعم. فسبحان الله، شوف هذا الاضطراب في خطير. طيب. ما زال عندكم تعليق شيخنا؟ لا، هذه الآية واضحة جدا، ما تحتاج إلى تعليق زيادة. يقول وأهل الذكر الذين قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، يقول الله تعالى لمشركي قريش إن كنتم لا تعلمون أن الذين كنا نرسل إلى من قبلكم من الأمم رجال من بني آدم هم الرسل مثل محمد وقلتم هم ملائكة فاسألوا أهل الذكر وهم الذين قد قرأوا الكتاب من قبلهم أي التوراة والإنجيل. ثم ذكر روايات كثيرة عن مفسر الصحابة والتابعين تدل على هذا المعنى، ثم قال وقال آخرون طيب عن أبي جعفر الباقر نحن أهل الذكر، نقل عن جعفر الباقر أبي جعفر الباقر عفوا اللي هو محمد بن علي بن الحسين أنه قال نحن أهل الذكر. قال القرطبي قال ابن عباس أهل الذكر أهل القرآن وقيل أهل العلم والمعنى متقارب، وقال البغوي يعني مؤمني أهل الكتاب هم أهل الذكر. قال ابن كثير أي اسألوا أهل العلم من الأمم كاليهود والنصارى وسائر الطوائف هل كان الرسل الذين أتوهم بشرا أو ملائكة، وذلك من تمام نعمة الله على خلقه إذ بعث فيهم رسلا منهم يتمكنون من تناول البلاغ منهم والأخذ عنهم. إذن القضية وما فيها أن أهل الذكر هم العلماء، أهل الذكر هم العلماء، أو أن المقصود بأهل الذكر هنا هم أهل الكتاب الذين جاءهم الذكر وهم اليهود والنصارى
لما جاءهم عن طريق كما قال الله تبارك الذين آتيناهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. ويراد أن يسألوا عن الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فالأمر كذلك هنا. وقول الباقر يؤيد هذا عندما يقول نحن أهل الذكر العلماء وغيرهم. نعم طيب جيد نكمل. نكمل. والمؤمنين الذين قال ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. كذلك هذه الآية يعني قول الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى نصله جهنم. ما شأنها بعلي أو الأئمة الاثنى عشر؟ لا شأن لها، كلام الله يتكلم فيه سبحانه وتعالى. هذه الآية استدل بها أهل العلم على حجية الإجماع. ما شأنها بعلي والأئمة الاثنى عشر وهذا الكلام؟ لا شأن لها به. وإذا قال ابن كثير هذا ملازم للصفة الأولى، ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع، وقد تكون لما اجتمعت عليه الأمة المحمدية فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقا، فإنه قد ضمنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأ تشريفا لهم وتعظيما لنبيهم. هذا قول الله تبارك وتعالى عندما يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما يتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي في إجماعهم في اتفاقهم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع. ولذا قالوا إجماع الأمة حجة، ويستدلون بهذه الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين. قال الطبري يعني جل ثناؤه بقوله ومن يشاقق الرسول، أي ومن يباين الرسول محمدا معاديا له فيفارقه على العداوة له من بعد ما تبين له الهدى. قال وقوله ويتبع غير سبيل المؤمنين يقول ويتبع طريقا غير طريق أهل التصديق ويسلك منهاجا غير منهاجهم، وذلك هو الكفر بالله. قال القرطبي هي عامة في كل من خالف طريق المسلمين. قال العلماء في قوله تعالى ومن يشاقق الرسول دليل على صحة القول بالإجماع، يستدلون بها أهل الأصول. وقال البغوي طريق المؤمنين، أي ومن يتبع غير سبيل المؤمنين قال طريق المؤمنين. قلت لا شك ولا ريب أن أئمة أهل البيت كعلي والعباس الحسن الحسين علي بن الحسين محمد بن علي الحسن بن الحسن عبد الله بن العباس، هؤلاء أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا نشك أبدا أن هؤلاء من المؤمنين الذين أمرنا الله تبارك أن نتبع سبيلهم أبدا. هؤلاء قدوتنا وأسوتنا، نتقرب إلى الله بحبهم، ونرى أنها أن اتباع سبيلهم من اتباع الخير كله. ولكن لابد أن نعلم أيضا أن سبيل هؤلاء هو سبيل أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعائشة وفاطمة وأم سلمة وغيرهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل وأتباعهم تابعين لهم بإحسان، وهم كعروة بن الزبير وابن شهاب الزهري والسبيعي والأعمش وغيرهم والشعبي وغيرهم من أهل العلم ومن التابعين أتباع التابعين وغيرهم. هؤلاء كلهم سبيل المؤمنين، نتبعهم لا نفرق بين هؤلاء وهؤلاء، ما عندنا فرق بين آل البيت وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم واحد. فلا شك أن عليا داخل في الآية، والعباس داخل في الآية، وابن العباس داخل في الآية، وعائشة داخلة في الآية، وأبو بكر داخل في الآية، وعمر داخل في الآية، والحسن داخل في الآية، والحسين داخل في الآية، وعبد الله بن عمر داخل، وأنس وجميع المسلمين. ولذا قالوا إجماعهم حجة من هذه الآية. أين شيخ الأزهر؟ إشكالية. أين شيخ الأزهر؟ لا يرد. ظاهر القرآن لا يوافقهم، لكن المشكلة أبداً. أن مذهبهم أنهم الصحابة وأكثر الناس مرتدين، وإنما المؤمنين هؤلاء. نعم. يقولون اتبع غير سبيل المؤمنين. نعم هكذا. هك لأن الصحابة أكثر مرتدين، هذا تفسير على مذهبهم هم. لا شك. لا على ظاهر القرآن. لا شك. لا تسعفهم نعم. آية. لا تسعفهم آية. الآن كل هذا الآن. عفوا هل الآن عبد الحسين يستدل بالقرآن أو يستدل بتفسير القرآن؟ حسنت. لا يستدل بالقرآن، قاعد يستدل بتفسير وتفسير أهواء على هواه خلاف ما عليه المفسرون سواء من الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين أو من التفسير، يعبث بكتاب الله تبارك وتعالى. وإلا هو لا يستدل بآية، هل جاءتنا آية صريحة فيها اسم علي؟
هل فيها صريح فيها 12 إمام؟ أبدا ما في ولا شيء. وأقصى ما أقصى استدل بآية التطهير بالحديث الذي يفسر الآية، بالمباهلة بالحديث الذي يفسر الآية، ليس هناك آية صريحة في هذا الموضوع أبدا. فالاستدلال إذن ليس بالقرآن وإنما بفهمه كما يقول كمال حيدر بحث روائي، هذا ليس بحث قرآني، ليس بحث قرآني، نعم ليس بحثا قرآنيا، وإنما بالنصوص الواردة أو بالتفسير هو فهمه لكتاب الله تعالى. لكن تأتي آية صريحة واضحة جدا، واحد يقرأها أي إنسان زين يقرأها ويفهم أنه لا يوجد، لا يوجد، لا يوجد نهائيا. يقول والهدى الذين قال إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، لا الاتباعه. نعم كذلك هنا يعني دعوة أن إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، يعني ما فيها اسم علي، أين اسم علي؟ أنت منذر ولكل قوم من يهديهم، من 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 هو؟ أول شيء نقرأ كلام المفسرين ثم بعد ذلك نعلق عليها. عن ابن عباس أي لكل قوم داع، وقال يقول الله تعالى أنت يا محمد منذر وأنا هادي كل قوم وعن مجاهد. انتهى الوقت؟ تبقى 5 دقائق. زين. يقول الله تعالى يا محمد أنت يا محمد منذر وأنا هادي كل قوم وعن مجاهد ولكل قوم هاد أي نبي. وعن ابن عباس لما نزلت إنما أنت منذر ولكل قوم هاد قال وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال أنا المنذر ولكل قوم هاد، وأومأ بيده إلى منكب علي فقال أنت الهادي يا علي بك يهتدي المهتدون من بعدي. لكن هذا الحديث منكر، فيه الحسن بن حسين العراني، وهذا الحسن بن حسين العراني ضعيف جدا. طيب قال عنه الحسن بن حسين العراني قال أبو حاتم لم يكن بصدوق عندهم، كان من رؤساء الشيعة، وقال ابن حبان يأتي عن الأثبات بالملزقات ويروي المقلوبات، وذكر الحديث الحافظ الذهبي رحمه هذا الحديث من مناكيره. طيب وقال ابن عطية والألفاظ تطلق بهذا المعنى ويعرف بأن الله تعالى هو الهادي من غير هذا الموضع، وقالت فرقة الهادي هو علي، هكذا من عطية. نعم. وقالت فرقة الهادي هو علي، وذكر هذا الحديث الذي مر، ثم قال والذي يشبه إن صح هذا أن النبي إنما جعل عليا مثالا من علماء الأمة وهداتها إلى الدين، إن صح يقول. طيب كأنه قال يا علي أنت وصنفك، فيدخل أبو بكر وعمر وعثمان وسائر علماء الصحابة، ثم كذلك من كل عصر، فيكون المعنى على هذا إنما أنت يا محمد منذر ولكل قوم في القديم والحديث دعاة وهدات إلى خير. ثم قال والقول الأول أرجح، يعني ليس على ضعف الحديث. طبعا هذا على القول بصحة الحديث، والحديث كما قلنا إنه حديث منكر. أنا أريد أن أقف هنا لحظة فقط. تفضل. لما يقول يعني طبعا على فكرة يعني هذه الآية حرفوها أو ادعوا فيها التحريف. جميل. إنما أنت منذر وعلي لكل قوم هاد. أعوذ بالله. عبث. إنما أنت منذر وعلي لكل قوم هاد والعياذ بالله. طيب لو فرضنا الآن كيف يكون علي لكل قوم هاد؟ هذا يؤكد رواية أخرى أن عليا كان مع إبراهيم وكان مع موسى وكان مع عيسى وكان مع يونس وكان مع نوح وكان مع آدم وكان 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 وكان، وهو أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، علي لكل قوم هاد. تصور أنت عندما تقول بارك الله فيك إنما يقول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد إنما أنت منذر، أنت فقط منذر، الهادي من؟ الهادي علي. من الأفضل؟ علي. علي فقدموا عليا على محمد صلوات ربي وسلامه عليه، مصيبة، ناس تعبث بكتاب الله تبارك وتعالى، بل تعبث بدين الناس، تعبث بعقائدهم، تريد أن تصل معهم إلى الشرك. أنت يا محمد منذر، من الهادي؟ علي، علي لكل قوم هاد وليس محمد صلى الله عليه وسلم. إذن من المبعوث للعالمين؟ علي وليس محمد. هذا إذا قلنا لكل قوم السابق واللاحق، إذن حتى اللاحقين كان علي معهم، إذن علي موجود قبل الخلق أنوارا 5 تدور حول العرش قبل أن يخلق الله الخلق، وكان مع سليمان وداود وأيوب ويوسف وهكذا، والعياذ بالله. يعني نفس الطعن في حديث أنا مدينة العلم وعلي من باب. بالضبط تماما.
خلاصة الكلام، دائما قلت الوقت قد شارف على الانتهاء، يعني هذه الآن مرت بنا 10 آيات استدل بها، أو 11 آية استدل بها على خلافة علي، لا يدل شيء منها على هذا أبدا، على الأقل من وجهة نظري، والمشاهدون نترك لهم حرية الاختيار طيب واتخاذ القرار. ظاهر القرآن لا يدل أبدا إلى الآن 11 آية من 50 لا تدل، لننظر في الباقي إن شاء الله تعالى. يعني إذن لا يصح، لا يحق لهم أن يحتجوا بالأحاديث، لأن بحثنا الآن قرآني في القرآن. نعم، ولا توجد إلى الآن 11 آية ولا واحدة نص في علي أبدا. بقي لنا 39 آية. بإذن الله نستكملها إن شاء الله في الحلقة القادمة. شكر الله لك شيخنا الحبيب. شكرا شكرا. صلى الله يرفع قدرك ويعلي ذكرك في الدارين. كذلك أنتم مشاهدين أشكركم على طيب المتابعة، ودعواتنا الخالصة للشيعة، صلى الله سبحانه وتعالى أن يثيب عنهم الرجس وأن يطهرهم تطهيرا. شكر الله لكم جميعا، نلقاكم في الحلقة في الأسبوع القادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تسألوني عن حياتي، فهي أسرار الحياة، هي منحة، هي محنة، هي عالم.